كلهم صغار وامور كبر تحت 35 الا انا البيع سبع مقلت لنا بعد قليل حاضر ولا مزي؟ أنور زياني. أنور زياني. أنتم ما بتتكلموا زوزة؟ تسمعوا فيا هكا اي عسلامة هكا خيرة دو توت فاسون مانيش باش نطول عليكم حاب نقدم روحي انا ريم عيسى مديرة البرامج في مكتب التعاون الاكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ نحب نرحب بالجميع سورتو الناس اللي موجودين في القاعة والناس اللي تبع فينا سادة سور لي ريزو سوسيو قررنا باش نعلنوا انه الاربع لقاءات بتاعنا حين تلتقي روزا بمحمد علي وهو في الحقيقة حين تلتقي مؤسسة روزا لوكسمبورغ بدار محمد علي للنشر عطات في أقل من 3 سنين 10 كتب بحثية شاركوا فيهم عشرات من الباحثات ومن الباحثين وباش نستغلوا الأربع أيام هذوما باش نقدموا أجزاء ودي بابيي من 5 من الكتب هذوما باش ما نطولش عليكم خاطرنا مخر البروغرام موجود اللي انتخان دو ديفيلي تلقاوه زادا اون ليني على الباج فيسبوك متاعنا نحب ان نشكر اللي باش المتدخلين معانا نتاع اليوم نتاع الاربع ايام جايين من توا نحب نشكر المحاورين الكل ونتمنى لكم نقاش شيق وما نحبش نزيد نطول عليكم ونعطي كلمة سي نوري شكرا ريم ريم ما عرفه ماهيش بعيدة روزا لوكسمبورغ ما عرفه ماهيش بعيدة ولكن روزا لوكسمبورغ ومحمد علي عندهم 100 سنة مع بعض تلقاو بالصدفة ما عرفوش بعضهم حبينا نعرفوهم ببعضهم في هالمناسبة هذه بعد 100 سنة 1919 كانوا الاثنين في تقريبا في نفس الحومة وما تلقاوش اللي قتلوه واللي قتلوها ومشاوا وراحوا ولكن الذكرى ما زالت قائمة نتمنى أنكم تعديوا 4 أيام مع روزا ومحمد علي كما تحبوا أنتم بالنقاشات بالكتب بالبحوث الكبيرة اللي قاموا بها بالحقيقة بعد هريم وقت اللي تعطيني تقترح كتاب ومع مجموعة المسيرين كل مرة تعين لي واحد تقول لي هذا برس كتويا عذبوني هذو كرة تعذاب معناها الناشر باش يتحصل منها معناتها على صح لا غلطة لا مش صحيحة لا الإخراج لا الغلاف لا هزو حط إن شاء الله نكون وفقت ونكون ما غضبت حد وفعلا قالوا الناشر مش سهل باش يريح الكاتب خاصة إذا كان جماعة ذكروا ورئيستهم عاد ومنسقتهم الكبيرة إن شاء الله تكونوا 4 أيام معنا في عدة عناوين من الكتب هذه اللي جهدنا جهد كبير فيها وريم نسقت كما يلزم مع كل الأطراف ومش سهل باش نسق كتاب مع مجموعة من الباحثين نتمنى تكونوا في عمق المحور في عمق اللقاء هذا بين روزا لوكسمبورغ محمد علي ما اعترف بحدها في تونس طردوه بعد 6 شهور عمل الضرب العام تاعه وطردوه وحاكموه وما اعترف بحد حتى الحركة النقابية من بعد بالاسم فقط لأنه بالقاسم القناوي اللي جاء من بعد تابع الحزب والحزب بالنسبة لي محمد علي ربما عنده ميولات أخرى ما تساعدوش الحزب الحر الدستوري القديم نفس الشيء يظهر له ما هواش هالصلابة هذه الضرب العام في كل تونس ما قال ما عجبوش إذن محمد علي قاعد يتيم دار محمد علي الحامي للنشر فعلا كانت في الثمانينات في 83 كان غريب أنك تسمي محمد علي الحامي بدار نشر
ولكن سميناها لأن انطلقنا من جابس الحقيقة في البداية وبعد واصلت لسفرقس واليوم إن شاء الله تواصل معك. شكرا. 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 هو سعى الرحب بالضيوف الكل ونشكر ريما وروزا لوكسمبور أنا ما تحول لي الفرصة باش نكون اليوم حولي مجموعة من الأكاديميين الشبان والمتميزين. الشبان أتمعنا الكلمة وكذلك أنه نكون هكا متابعين أو ولادين حول الصورة الحلوة اللي تقالت قبليك حول هذا اللقاء الافتراضي اللي طبعا عمره ما صار ولكن صار عبر أفكارهم بين روزا لوكسمبور ومحمد علي الحامي أو بين فكر روزا لوكسمبور وفكر محمد علي الحامي أو نقرأ في اللي قالته لي ريما في نقاشنا بين ما تركته روزا لوكسمبور من أعمال بمعنى الأعمال الأكاديمية ولكن كذلك من أعمال ومن أثر لحياتها. احنا اليوم موجودين في الواقع حول هذا اللقاء الافتراضي لكن زاد حول هذا استعمل كليشي هذا الكتاب القيم فوليمينو هذا كان تسمح لي لزينب يتسمى ان بو بيبي شكرا ما نعرفش شكون عنده الأمومة والأبوة مي ان توكا تقريبا 415 صفحة قراءتهم مانيش باش نقول بسيطة لأن المواضيع اللي تتعرضوا لهم مواضيع معقدة مركبة تناولتوهم بجانب أكاديمي ولكن في نفس الوقت هي مواضيع موجودة اليوم على النقاش على حلبة النقاش تعجبني الكلمة هذه ممكن عندي مرجعية رياضية ذيك علاش وحلبة الأفكار وما أحلاها حلبة الأفكار نفسر فقط المنهجية متاع حديثنا باش نبدأ وباش نسمعوا المتدخلين قبل ما نحلوا باب النقاش للجمهور خصوصية الكتاب هذا أولا خليني ساعة نقدم طبعا المنسقة العامة والمشرفة على الكتاب هذا الأستاذة زينب توجاني تعرفوا كتاباتها يبدو لي أنه الناس الموجودين هنا يعرفوك على يمينك مروان بوعسيدة وهو ذي تكوين قانوني وبش يحكي لنا بعد على المقال متاعه الموجود في هذا الكتاب هو حول المرجعية الإسلامية في تقرير لجنة الحريات الفردية على يساري مدموزيل كوثر الحاجي حول ردود فعل النخب الإعلامية والدينية سواء لمشروع مجلة الأحوال الشخصية عملت أنت مقاربة تاريخية لتقريبا ردود الفعل عام 56-57 ولردود الفعل لتقرير الكوليب وعلى أقصى اليسار ما نعرفش كان بالصدفة ولا تقابل أفكاره أنس تريجي صدفة قلت أنس محمد أنور زياني الحرية الجنسية في تقرير لجنة الحرية الفردية والمساواة والتحية زيادة ونون بروفيت أناس تريجي لأنه قريت له المقال متاعه حول الهوية في تقرير لجنة الحرية والمساواة قبل ما نبدأ ونحكيه على هذا التقرير قبل ما ندخل في المحتوى زينب خلينا نحكيه على هذا المولود اللي عنده خصوصية زيادة خصوصية تهمنا الكل وقت كتاب و لقاء أكاديمي بالقيمة هذه يتم خارج العاصمة للأسف نعتبره حدث ولكن هذا لا يمنع أنه هذا الكتاب ما تولدش في العاصمة تولد في قفصة أكيد شكرا لك يا مراد شكرا لك شكرا لكل الحضور فعلا هو هذا الكتاب يعتبر حدث لسببين السبب الأول أنه أول كتاب تقام فيه ندوة أكاديمية ويخص شأنا مجتمعيا حارقا يعني في الراهن والأمر الثاني هو أنه لم يتم في العاصمة وإنما تم في قفصة واحتضنته مؤسسة جامعية هي صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في الأثر الذي تحاول تركه في المحيط المجتمعي الذي هي فيه
وفي الحقيقة لم تكن ندوة، هذه أول ندوة فيها، كانت سابقتها حركة نسائية، وكان حدث كبير جدا أيضا. وجاء إذن هذا الكتاب في هذا السياق الذي تحاول فيه الجامعة أن تساهم في التنمية المجتمعية. لا ننسى رمزية عندك سؤال؟ لا ننسى رمزية قفصة بالذات، لأن نحن في سياق بين ذفرين الثورة، وبعضهم يقول انتفاضة وبعضهم لا محالة، ما زلت أسميها ثورة. وفي هذا السياق أعتبر أن مساهمة الجامعة ومساهمة قفصة الثقافية ذات دلالة كبيرة، لأن الحوض المنجمي هو الذي انتفض في 2008، وعندما نعود إلى هذه الانتفاضة نجد الحركة النسوية، مش نسوية فقط، نسائية، يعني نجد فعلا الفعل النسائي يعني عاملا مساهما في هذه الانتفاضة المنجمية. ولذلك الندوة في الحقيقة هي ليست غريبة أن تحتضنها هذه الجهة. نحن نستغرب لأنه كأنه الأحداث الكبرى لا يجب أن تكون إلا في المركز، ولكن هي قفصة ولادة لثورات صغيرة ربما غير مرئية ولصيرورات مجتمعية مهمة جدا، من بينها أن المؤسسة رغم البيئة المحافظة لكن تمت فيها الندوة بكل يعني بيننا، يعني المشاركون شافوا الحفاوة التي استقبلتهم بها المدينة والحضور الكبير الذي جاء أيام الندوة. وهذا الحضور لم يكن فقط حضورا جامعيا، يعني طلبة فقط، كان حتى من خارج الجامعة، يعني كان الفاعلون الإعلاميون وأهل الثقافة والمجتمع المدني في كفصة كان حاضرا في الجامعة. أنا إذن أود في كلمتي أن أسلط الضوء على دور الجامعة في سياقها المجتمعي. الجامعة إذا لم تكن هي التي تبادر بخلق فضاءات للحوار واللي تتلاقى فيها هذه الطاقات الشبابية، وهذه الطاقات التي الحقيقة عندما اتصلت بهم ما تعبونيش يا سنوري، مش كما احنا تعبنيك، ولكن هم ما تعبونيش لأنهم كانوا سعداء جدا، أولا بنشر أفكارهم في أي فضاء، ثم عندما علموا أن الفضاء هو قفصة كانوا سعداء جدا بأنهم لن ينشروا هذه الأفكار في العاصمة، وأنهم سيتنقلون إلى مدينة رمزية لها رمزية كبرى كما تعلمون. وعندما ذهبوا هناك واستقبلوهم بكل تلك الحفاوة عادوا كذلك سعداء بالتجربة. إذن فما هذا العامل الذي يمكنهم أن يحدثكم عنه هم في تجربتهم في هذه الندوة. إذن العامل الثاني أن هذه الندوة بالفعل أثرت في مجتمع الصغير الذي حضر، أثرت أولاً بالنقاش الذي أثرته، ولم يكن النقاش فقط، الحضور ما كانش مؤيد للأفكار، الحضور كان بين مؤيد للأفكار ومعترض، وهؤلاء الذين اعترضوا حاججوا، وحتى بعضهم كان غاضباً، ولكن كانت فرصة حتى نعرض الأفكار وأن نحاول أن يعني تصير المواجهة بشكل مدني ومتحذر وفي إطار جامعي. ما ننسوش أن هذه الندوة في 2019، يعني قبيل بعد الانتخابات، في سياق انتخابي قبيل الانتخابات، خاطر نتذكر أنه من مخاوفنا كانت ماذا يمكن أن يحدث لو يعني تفرط الأمور من بين أيدينا، وفكرنا طويلا في السياق الذي ستتم فيه ندوة فيها أفكار حساسة من هذا النوع في محيط يعني أيضا حساس، لأنه إضافة إلى البيئة المحافظة رمزيات المجتمع المنجمي. كنت تسمح زينب للتذكير، ممكن فما ناس جات وما شافتش الكتاب. الكتاب اسمه الحريات الفردية والمساواة في بتونس بين التنوير والتكفير، يعني نحن على قضايا خلافية بكل جداً. وضوح خلافية جدا. فاستر تكمل هو الكلام. في الحقيقة العنوان هذا من فرضي، لا هو فرضه فرضا سنوري بدكتاتورية، حتى نعطي لكل شخص العنوان الأصلي، حتى نعطي لكل دكتاتور حقه. لكل دكتاتور حقه إذا هو يعترض له أن يعلق، ولكن هو فرض العنوان
هو ديكتاتور وفخور به. هو اقترح ثلاث عناوين تقريب يعني صيغه كديمقراطيه، كلمه الاستفتاء يعني عملنا كلمه الاستفتاء لكن هاي سالي عني. في قفصة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة، وهو قلت معهد صغير لكن الأثر الذي تركه هو مازال يشتغل المعهد في أمور مهمة جدا، وفي إرادات فيه فاعلون يحاولون أن يؤثروا إيجابا بتجديد أفكار المجتمع الذي هم فيه. فبالنسبة إلى العنوان الأصلي كان حول السجال حول تقرير الحريات الفردية والمساواة، هذا العنوان، وسنوري طبعا له رؤية لماذا هو غير العنوان. هو استوحى الدلالة العميقة لكل الورقات ثم لخصها بشكل آخر، فالعنوان الحقيقة نحن وافقنا طبعا واستحسننا. أنت زين بلو كان نلتقط كيف ما يقولوا سؤال متاع لسعيدة، تقولك هل هذا العمل هو عمل مؤرخين؟ هل هو تواصل ما بين المؤرخين ورجال القانون؟ أنت أستاذة حضارة، كيفاش هو دير من الأسئلة اللي بعد باش نتعمقوا فيهم؟ هو جسر معناه ملتي ديسيبلينير. نعم، هو متعدد الاختصاصات. هي الورقة العلمية يعني كانت مفتوحة خاصة للشباب، وأريد أن أؤكد أنه تقريبا حسب ما أعرف هو العمل الأول الذي حين نشر في المواقع قيل أنه يمكن للشباب غير المتحصل على الدكتوراه أن يساهم فيه، وأنهم سيكونون يعني مبجلين في هذا العمل. فهذا العمل كان القصد منه أيضا توجيه هذه الطاقات اللي نؤمن بفاعليتها حقا، وهي الحقيقة أوراقها متميزة ما تنجمش تميز. فما أساتذة كبار في ساهموا معنا كما الأستاذة مديرة معهد الترجمة زهية جوير وساهمت معنا، وأنس طريقي زميلنا في كلية صفاقس أيضا معنا، هم هؤلاء أساتذة جامعيون كبار، ولكن هؤلاء الشباب في بداياتهم في خطواتهم الأولى لا يقلون في الحقيقة أعمالهم لا تقل أهمية عن أعمال هؤلاء الأساتذة بتحكيم هو العمل المحكم، يعني مر على لجنة علمية. هاتوا نقرأوها اليوم بشتكم سنكون عنا المعلومات الكل. لجنة القراءة والتحكيم كانت فيها زهية جوير وسلوى الحمروني، عبد اللطيف الحناشي، شكري مبخوت، محمد صالح البوعمراني، مولدي القاسومي اللي ذولي موجود معنا، وزين التوجيه. إذن كما ترون يعني أسماء تغني عن كل تعليق هؤلاء. وبعد تحكيم هذه الأعمال سنوري لم يمر عمل دون أن يدققه لغويا، فهي إذن أعمال متعددة الاختصاصات ومحكمة. الجمهور متاعنا البارح متأكد أنه ما بين 8 و 8 و 4 سمع شخصية مهمة عملتلنا مقدمة طويلة ياسر جعلتلنا راسنا، معناه ما استخلنا لصميم الموضوع. دونك في البرد هذي اللي بريليمينير مش لازم نتعديه الأصل الموضوع ودور الجامعة. هل أنه دور الجامعة أن تكون جسرا بين الفكر والمواطن، أم أن الجامعي يمكن أن يكون ناجع وفكاس في مكتبه للبحث؟ يعني أنت بتجاوب نسأل ونجاوب في خاي سعيد. قالوا لي مدلوا الميكرو. مدلوا الميكرو ترجعني خذوري. صوتي أنا ضعيفة. أنا صوتي ضعيفة. بيه. لا السؤال هو اللي قلت. هل أن الجامعة هي جسر بين الفكر والمجتمع أو الفكر والمواطن، أم أن الجامعي الشيرشر الباحث يمكن كذلك أن يكون ناجعا وفاعلا من مكتبه بين كتبه؟ شكرا مراد. هو الجامعي يمكن أن يكون ناجعا حين ينتج في مختبره معرفة علمية، لكن يكون ناجعا أكثر حين يحول تلك المعرفة إلى مجتمعه. دور الجامعة أن تكون قاطرة للمجتمع تجذبه نحو المستقبل، والمجتمع التونسي قادر أن يكون أن يتجدد وفي طاقات، فالجامعة عليها أن تلعب هذا أدر. هذا رأيي، قد يختلف مع البعض، قد يرى البعض أن المجتمع يمكن أن يكون أكثر تقدما لأن الجامعة التونسية بحاجة إلى مراجعة وهي فيها جوانب محافظة، لكن نحن حاولنا أن نقدم عملا جامعيا
مجددا متفاعلا مع محيطه وله رؤية مستقبلية. يعني المنتوج الذي قدمه هؤلاء الذين ساهموا في هذا العمل والجهد الذي بذلناه نقيمه بكونه محاولة للتجديد داخل الجامعة نفسها. فعندما أقول لك أن هذه الندوة لم يحدث مثلها في الجامعة فهذا يعني أن تأخرت الجامعة عن أن تقدم ندوة من هذا النوع. فلماذا لم يحدث مثلها في الجامعة؟ إذن فهي جامعة محافظة، ولذلك قدمنا محاولة لكسر أطواق هذا التقليد الجامعي. أعتقد أن الجامعة عليه أن يلتزم مجتمعيا. أنتم نقطة الانطلاقة متاع هذا الكل طبعا كان تسمعوا فيها هكا ولا لا؟ نقطة الانطلاقة كان تقرير ما يسمى بالكوليب. خليني نبقى في سؤال منهجي، هل هذا الكتاب يتافع عن توجه معين أم أنه يبقى بمسافة أكاديمية عن جميع الأفكار؟ لا، بالنسبة إلي كانت الغاية من إنشاء هذه الندوة مناصرة الحريات الفردية والمساواة. لا أخجل من أن أعبر عن الإيديولوجيا التي أحملها والتي جعلتني أنا والفاعلين الذين ساهموا معي في هذا المشروع يعني نتجسم كل الصعاب، لأنه عندما نتحدث بحفاوة عن الحدث الأمر لم يكن يسيرا دائما وهينا. فنحن لدينا إيديولوجيا لا نخجل بالتعبير عنها، هذه الإيديولوجيا هي الدفاع عن الحريات الفردية وعن المساواة. نحن كنا نود أن نناصر التقرير وكنا نتمنى أن يمر للتصويت وليس لغايات سياسية. يعني نحن عندما نصرنا التقرير وعندما حاولنا أن ندعمه من داخل الجامعة ما كانش غايتنا أن نعاون طرف سياسي في البلاد للتقدم في الانتخابات. نحن كان همنا الوحيد هو أن نوصل القانون للمجلس وأن نقنع أكبر عدد من النواب أنهم يصوتوا عليه وأن نخلق قوة حقيقية داخل البلاد صادقة من داخل المجتمع نفسه من قفصة حتى يرتفع صوتنا من داخل المجتمع وأن يقول المجتمع المنجمي لا نطالب فقط بالعدالة، لا نطالب فقط بالعدالة الاجتماعية بمعنى التنمية الاقتصادية فقط، نحن أيضا نطالب بالكرامة، الحرمة الجسدية، الحريات الفردية، المساواة بين المواطنين إلى غير ذلك. فهذه إيديولوجيا نحملها ونحن نتحمل مسؤوليتنا. باش نبداو مع واحد من المقالات المهمة وهو مقال محمد أنور زياني، قاعد لوج الصفحة اللي عنده ما عادش كان الناس خذيت الكتاب ولا لا، في صفحة 79 مقال راتب طويل في 20 صفحة حول موضوع الحريات الجنسية في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. محمد أنور زياني أنت يعني مختص في هذه المسائل، أنت الناطق الرسمي والكاتب العام لجمعية الدفاع عن الحقوق الفردية، عن الحريات الفردية بالتدقيق باش نكونوا واضحين. المقال متاعك ينطلق بملخص عموما لما هي الحريات الفردية، و يعني أنت جبت على موضوع وأنه موضوع الحريات الفردية كيفية تناول صلب اللجنة، تعتبر أنت أنه منذ 2011 هذا الموضوع بقي ثانويا جدا، لأنك تعتبر أنت أنه الفاعلين السياسيين اهتموا بالحريات العامة وما اهتموش بالحريات الفردية. هل ترى أن الاهتمام أو التركيز على الحرية العامة كإطار قانوني أو إطار سياسي ليس بالشمولية اللازمة ليحتوي الحرية الفردية؟ شكرا. شكرا لغوز لوكسمبورغ على تنظيم اللقاء هذا ودار محمد علي للنشر. أنا فرحان برشا اللي معاكم اليوم. نحب نعقب على كلمتين في علاقة باللي قالته زينب. بالكل صحيح أنه كان العمل هذه هو عمل مناصرة بالأساس، لكن هو أيضا تمشي علمي، تمشي علمي يعني يحلل نوعا ما التمشي العلمي المعتمد في التقرير ويحاول أن يبسطه للعامة باش العباد تفهم زادة دو كويس جي معناها تقرير الكلي.
التقرير الكليب هو معناها أنا حسب رأينا هو حدث فارق في تاريخ تونس، معناها نادرا ما شهدنا في تاريخ تونس عمل بالعمق هذيك وبالجرأة هذيك، يعني بغض النظر عن الخلفية السياسية ويعني المبادرة السياسية من البيجق السبسي والكل، لكن هو يعتبر علميا كذلك من بين الأعمال الرائدة في تاريخ تونس. نحب نذكر أنه زاد الحريات الفردية هي من المواضيع المغضوب عنها في تاريخ تونس الكل، ما نذكرش أنا شخصيا معناها مبادرات جريئة تم إيداعها من قبل السلطة السياسية عامة منذ الاستقلال في علاقة بالحريات الفردية. اليوم التقرير الكلي بيتطرق إلى عدد المواضيع تنجوهم بعض بشوية بشوية، لكن من بينها التطرق إلى الحريات الجنسية. أنا لما كلمتني مثلا زينب قالت لي تشارك معنا في المؤلف، قلت شو نجم نكتب، على شو نجم نكتب؟ أنا شاركت في عدد المواضيع الأخرى، شاركت في عدد الأعمال العلمية التي تتطرق للموضوع هذايا في المفكرة القانونية في مع عدد المنظمات والجمعيات، لكن حبيت ناخذ موضوع اللي هو يثير جدل بما أنه سجال حول الحريات الفردية والمستويات. لقيت المسألة الجنسية هي المسألة الأكثر إثارة للجدل اليوم في المجتمع متاعنا نجم يكون. قلت أنه نجم نكتب على الحريات الجنسية في تقرير الحريات الفردية والمستويات، لأنه التقرير جاء ب عديد الأحكام الجديدة التي تنقح القانون التونسي. نحب نرجع لكم شوية على شنو جاء به التقرير. التقرير أولاً جاء بأحكام عامة تضمن الحريات الجنسية، من بينها مثلاً مبدأ عدم التمييز، كذلك الحق في الكرامة الإنسانية، وكذلك أيضاً مبدأ ومنع التعذيب. هذوما ثلاثة أركان أساسية موجودين في الدستور التونسي في المعاهدات الدولية، ولكن أيضا جاء بعد التقرير ليؤكدها ويفصلها. التقرير تطرق إلى الحرية الجنسية بطريقة مفصلة، مثلا تطرق إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية اللي هو يعاقب اللواط والمساحقة. شو يقول التقرير؟ يقول كذا فصل استعماري، فصل تم وضعه منذ النسخة الأولى للمجلة الجزائية 1913 حتى المستعمر الفرنسي، وما زال التوى ينطبق على الواقع التونسي المعاش متاعنا. علاش اليوم ما زلنا قاعد نتبقوا فيه؟ والحال أنه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تقول بأنه فصل يميز بين المواطنين والمواطنات، وأنه أكثر من ذلك الفصل 230 يشرع اللجوء إلى الفحص الشرجي اللي هو ضرب من ضروب التعذيب حسب المعاهدات الدولية اللي صدقت عليها تونس. هذا جاء في التقرير. إيش قال التقرير؟ قال نجم نحذف الفصل هذا، أو إذا كان السياسيين يحبوا يخليوه نجم يخليوه، لكن مع خطية مالية ب 500 دينار في حالة التلبس، معناها نحين الفحص الشرجي والنجم جست نعاقبوا الأشخاص اللي هما يتعطوا الجريمة هذية ب 500 دينار. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في علاقة بالحريات الجنسية، جاء التقرير وطرق إلى الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية اللي هو يعاقب معناها كل يعني الاعتداء على أخلاق الحميدة والأدب العامة والكل. جاء التقرير قال كيف هذوما معناها راهم جرائم فضفضة، واليوم القانون التونسي يفرض أنه يعني الجرائم والعقوبات تكون واضحة، والحال هذا فصل هو كيف يعني قديم الفصل هذا ويلزم نحيوه. كيف التقرير قال ينحذفوه يعني ان نحاولوا نغيروا الجريمة او نوضحوها. كيف الفصل 226 من المجلة الجزائية اللي هو كذلك فصل استعماري، جاء تقرير وقال راهو زاد يلزم نحذفوه لانه الجرائم اللي فيه جرائم مطاطة جدا ويلزم تنطبق على اي انسان اليوم، معناها انه يقول يعني خدش الحياة او الاعتداء على الأداب العامة، هو يعني من الجرائم الفضفضة جدا. أي إنسان ينجم يكون موجود متعدي في الشارع ولا حاجة ويتم تسليط هذا الفصل عليه. كيف يعني التقرير اتطرق إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية اللي هو يعاقب الخناء أو تعاطي البغاء، وقال أنه الصيغة اللي موجودة عليها الفصل هذايا هي صيغة يعني تنجم تخلي أي مرأة موجودة في الشارع عرضة لتطبيق الفصل هذايا، خاطر مثل يعني الصيغة متاعه فضفضة جدا. يقول لك مثلا النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعطين الخناقة ولو صدفة
معناها هذا الفصل هذا فصل فضفاض جدا. جاء التقرير وقال لك اللي هو الفصل هذا لازم يتنحى، وأنه من خلال توضيح يعني الجريمة اللي هي تعاطي الخناء والبغاء والاكتفاء بخطية مالية. شو لاحظوا مثلا في المقترحات الكل اللي جاءت بها جاء بها التقرير اللي هو نحى الجزاء السجني، العقاب السجني نحى. اليوم لا مجال أنه ما تنمشي ونعاقبوا أشخاص لي يعني لقضايا تتعلق بالحق العام بجرائم شرف كما يقولوها هما بالسجن. لذلك عوض هو العقوبات الكل بعقوبات خطايا مالية. أكثر من هكا التقرير مثلا تناول عدد المواضيع الأخرى، مثلا قال لك كما قلت أن المجلة الجزائية هي مجلة استعمارية والكل يجب إعادة النظر فيها. لكن التقرير مثلا تغافل على بعض يعني الحريات الجنسية، مثلا جريمة الزنا. جريمة الزنا تقريبا طرق لها الجملة. أنا قلت في تقرير في المقال متاعي أنه يعني تناسى أو تغافل يعني أعضاء اللجنة عن هذا يعني عن هذا الجانب. علاش؟ لأنه حسب ما أنا فهمت أنه جريمة الزنا ما زالت موضوع جدل داخل اللجنة أول حاجة، وأنا حكيت مع برشا أعضاء في اللجنة وأكدوا لي المسألة هذه. المسألة الثانية اللي اليوم في المجتمع التونسي هل أنه مقبولية أو لا لإلغاء جريمة الزنا، أي أنه نحيه معناها يعني جريمة الزنا كجريمة يعاقب عليها سجنا معناها، وتقعد فقط طلاق أو تعويض عن الضرر اللي يحصل للزوج أو للزوجة. La dépénalisation de l'adultère. Justement, بالضبط. هذه في عدد الدول في العالم اللي مشيو فيها المسألة هذية، أنه ما نجموش نعاقبوا شخص على اختياراته الشخصية. كيف تغافل التقرير على يعني تغيير الهوية الجندرية. التقرير يعني كما تعرف اليوم مثلا اليوم ما جرمش قانون يعني تغيير الهوية الجندرية، لكن القانون الحالي المدنية يمنع التغيير، ونادرا جدا ما يتم السماح للاشخاص انهم يغيروا هويتهم الجندريه في وثائق الحاله المدنيه نتاعهم اللي بيغسون ترونجونغ معناها. يبداو عندهم في وثائق الحاله المدنيه نتاعهم اللي هو مثلا الحاله الاصليه، مش الحاله اللي يحب هو يوليها ولا اللي هو اصبح فيها. اليوم ما طرقش تقرير المساله هذه، واللي هي مساله نتصور ان معناها في اطار تكريس المساواه والحريه الفرديه انه يمشي فيها، ومعناها وخاصة أن القضاء التونسي مشى فيها عدد المرات معناها، ونجم نحكي فيها بعد في النقاش. هذا خلاصة القول، أنه التقرير جاء من ناحية قانونية بأبعاد مهمة جدا، لكن ما أعيبه أنا شخصيا على التقرير أنه مشى شوية في السياسة وحط مثلا كان من المفروض أنه مثلا يقول حذف تماما للفصل 32، لكن يمشي هو في يقول أوكي أنا السياسي نجم ما يمشيش معايا في الخيار هذايا، ما نجمش نحذف أنا تماما الفصل، خلينا نعطيه خيارات أخرى ينجم من خلاله هو يمرر التقرير. هذا هو تقريبا اللي حكيت عليه في المقال نتاعي. اللي هو المقام مهم، أنا حبيتك تختم جوستومون المقام، استعرضت فيه النقاط المهمة جدا فصلا فصلا تقريبا سواء من التقرير نفسه أو من مجلة الإجراءات الجزائية، لكن كيفاش تحكم عليه توا؟ هذا التقرير صدر في 2018، المقال تكتب في 2019، وتقريبا شو نفس السؤال لكم الكل. اليوم بعد سنتين تقريبا كيف تحكم على مقالك إذا صح التعبير، وكيفاش ترى اليوم التفاعلات ما بين هذا التقرير والحراك الاجتماعي إذا صح التعبير؟ بالضبط، هو راه مقال يندرج في إطار التقرير ككل. أنا مثلا قمت بعمل لدى الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية، ومشيت لهم سألتهم قلت لهم هل أنتم مع مسائل معينة تتعلق بالحريات الفردية والمساواة المضمنة بالتقرير؟ التقرير موجود على موقع الجمعية التونسية لدفاع الحريات الفردية. حاولت مشيت للأحزاب السياسية اللي كانت مترشحة بقوة في الانتخابات، وحتى في الرئاسية كلمت المرشحين اللي عندهم معناها الكلهم مترشحين، كل 27 مترشح حكينا معاهم وخذينا آرائهم بخصوص مسائل معينة. اللي موجود في التقرير اللي أنا خرجته معناها اللي هما غالبية ساحقة كانت ضد التقرير منذ البداية. اليوم ما نستغربوش، وأنه التقرير غير موجود يعني في الخطاب السياسي في النقاش العام
خاصة في الخطاب السياسي لأنهم هما ما همش مقتنعين به. أكثر من هكا اليوم في إطار وجود فاعل سياسي أوحد في البلاد، الفاعل السياسي الأوحد هذاك من الأول كان واضح وقال أنا ضد الحريات الفردية وأنا ضد المساواة في الميراث. من اليوم أنا مت اليوم ما نستغربش جدا هذا الواقع. والحال أنه نجم يكون راه التقرير يعني منطلق لتنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد، نجم نحكي فيه أكثر في النقاش زد. شكرا محمد النورزياني. باش نمشي تقريبا الترانزيشن الكوثر الحاجي، المقال الحق مهم، ممكن أقل عنده أقل أبعاد قانونية ونظرية من المقال السابق حول ردود النخب الدينية والإعلامية. ما عادش كان حاجة باهية اللي حطيت نخب الإعلامية مع نخب دينية، هذول أول مرة تشوف مقال أكاديمي جمع ما بيناتهم الاثنين، لكن علاش ليه؟ وأول مقاربة تجلب الانتباه في المقال متاعك أنك عملت فري باراليل وخدمة تاريخية على ردود الفعل لصدور مجلة الأحوال الشخصية في 1956. خذيت انت الفترة عموما خلينا نقولوا ما بين 56 و58 وردود الفعل في 2018-2019، فما نقاط تشابه؟ فما أكيد نقاط تشابه، ديجا هنا حطيناهم في آخر في الجزء الأخير من البحث اللي هو حطينا فيه رصده، وبما أنه مقارنة بطبيعة الحال البنية المقارنة تطلب أوجه أو نقاط التشابه ونقاط الاختلاف، حطينا فيهم النقاط متاع التشابه. مثلا أنه كالعادة كان الرجال الدين بين قوسين يعني الزيتونيين كانوا هما أكثر ناس ناشطين وفاعلين بالرفض ولا بالقبول، هذه كمسألة أخرى، كانوا هما هذه أكثر نقطة تشابه ما بيناتهم. فما العديد زاد من نقاط الاختلاف، من بينهم الجو العام أنه وقتها في 56 ما فماش مجتمع مدني، ما فماش صحافة متعددة، ما فماش أحزاب متعددة. لكن أنا مسألة الربط ما بين الفقهاء والعلماء ربطهم من خلال أنهم هما للزوز خدموا بعضهم للزوز، الصحافة خدمت برجال الدين والرجال الدين خدموا زادة بالصحافة، هذاك علاش تربط ما بينتهم هما للزوز. في المجمل انطلقت من محاولة صغيرة لتأريخ الوضعية المرأة في تونس، عدت حتى ما قبل 1856 مع ابن أبي الذياف وموقف القنصل من مسألة المرأة، يتبعث له يسأل فيه على المرأة في تونس وإجابة ابن أبي الذياف. من بعد رجعنا لطاهر الحداد، طاهر الحداد وما تعرض له، حتى هو لما حل يعني حتى إجابة في وسط إجابة، على خطر تقول أنت بكري سألت موقفنا نحن على المقالات متاعنا، يعني أنا كرجعت نبحث مؤخرا لقيت اللي أنا رتيت مثلا زوزن سي كانوا فاعلات في مجال المرأة عام 24 و28 اللي هي منوبية الورتاني وحبيبة المنشاري. أنا وقتها ما فقتش، حسيت تجاوزتني النقطة هذه ما ذكرتهاش. يبقى في المجمل أنا تناولت المسألة مقارنة ما بين ردود الأفعال ما بين النخب الدينية والنخب الإعلامية في 56 متعلقة بمجال الأحوال الشخصية، وما بين الصحافة المعاصرة اليوم اللي اخترت أنها تكون المقروءة. بيسير تعددت الصحافة بعد 56 بعد يعني في المعاصرة. نرجع لسؤالي، شنو نقاط الشبه ما بين 56 و 2018؟ نقاط التشابه أنه رغبة الحبيبة بورقيبة ورغبة محمد الباجي قائد السبسي الزوز، رغبة الحبيب بورقيبة والسبسي للزوز في أنهم يبقوا أساميهم مخلدة في تاريخ تونس. بورقيبة في فترة ما كيسألوه شنو تقيم تاريخك، قال أنا المرأة أخزر، قال المرأة وضعية المرأة. بورقيبة السبسي حب نفس الحالة، لكن الله غالب ما أسعفوش العمر باش يخلط ويحقق هالأمنية هذه. هذه النقطة الأولى. قلت النقطة الثانية هما موجودين في الكتاب لهنا، هما في الأخير. نقاط التشابه مجملهم هما الصحافة، تناول الصحافة للجانب الزيتوني بالذات،
النقطة أهم نقطة تناولوا كلهم الزيتونيين، ما تناولوش مثلا أكاديميين برشا بخلاف ليدرز اللي حكيت على الأكاديميين، لكن في المجمل أكثر نقطة هم همش نقاط تشابه كبيرين برشا راهم مش برشا، لكنهم تناولوا الزيتونيين بالأساس، حكاوا على الزيتونيين بالأساس، ما جابوش أساتذة أخرين، ما جابوش مفكرين أخرين في مجالات أخرى قانونية ولا غيره. حتى كي جابوا مثلا جريدة الصباح ذكرت جابت عادل إشهاد، يعني مر عليها مرور الكرام ما بداش موقف العلمي، ما بدا موقف معناها أنه هو لا يجوز ولا يتناسب مع الشريعة ودستورنا والقانون وغيره، لكن التدقيق علمي وكذا ما فماش في نقطة التشابه ما بينات الفترتين. نقاط الاختلاف أكثر أنا ظهرت لي من نقاط التشابه. نقاط الاختلاف قلنا هو توفر المناخ متاع وجود مجتمع مدني يدافع صحيح، مجتمع قادر أنه يدافع يخرج، شفنا نضالات نسوية، شفنا وقفات نسوية، حتى بقطع النظر على المساواة فما حركات أخرى تزعمتها النساء في تونس لهنا متعدة ومختلفة الأوجه، عنا فكر لحقوق المرأة كقائم في حد ذاته، هذه واحدة. اثنين قلنا تعدد الأحزاب، التعددية الحزبية، قبل ما فماش أحزاب، فما كان الحزب الواحد الرئيس الواحد هو اللي يحكم موقفه، هو حتى كاريزمة بورقيبة لعبت دور في الفترة هذيك على اعتبار أنه هو صاحب صاحب سلطة معنوية على الشعب بصفة عامة، اللي يقولوا سي الحبيب راهو سي الحبيب ومندراك، ما يتكررش ما يتناقشش، هنا ما عناش سي الحبيب في الفترة هذه. الإعلام نرجع مرة أخرى ونقولوا ما عملش الكاريزما، راهو نعاود ونقولها، راهو كي ترجع تقرأ ما تخزرش من نظرتك أنت توا، أرجع للستة وخمسين ولا أرجع للفترة اللي تشتغل عليها وفكر بالمنطق والفكر متاع شعب بسيط في الفترة هذيك، مش متاع توا اللي عنا وسائل. قلت نقطة الاختلاف الأخرى هي وسائل الإعلام، قبل ما كانش فما برشا إعلام، كانت الوحيدة المؤثرة في المجتمع التونسي كانت الصحافة المكتوبة والراديو شوية، مازالت وقتها التلفزة ما فماش، نحن 63 يظهر لي تلفزة جات ولا 66، دونك ما فماش وسائل إعلام متعدة، على عكسنا نحن اليوم عنا فيسبوك هذاك ما خلى ما عمل، وعنا ليسيت، وعنا ليسيت معناها سواء اللي موجهة للإعلام ولا البحوث كما مؤمنون وغيرها. ممكن المقال الوحيد اللي باش نسمح فيه لنفسي باش ندخل لأنه يمس مادة نعرفها شوية هي الإعلام، يبدو لي كمان المقال متاعك هذا في إطار دعوتي لي كانوا تكمل المقال هذا بمقال ثاني، أنك ممكن ما تعرضتش معناها بإطناب لوسائل الإعلام، خلينا نقوله اللي عندها وزن معين كإذاعات وتلفزيات واللي كانت فيها نقاشات أثرت على الرأي العام وطرحت مع النجم اللوم عليها التعاطي، نجم اللوم عليها طبيعة الضيوف، ولكن على العموم النقاش هذا قعد حاضر لأشهر طويلة معناها في أهم البرامج الحوارية وحتى غير الحوارية في وسائل الإعلام المؤثرة، إذا كان تسمح لي بالكلمة. أي هذيك علاش نرجع اللي هو غايب في المقال متاعي. أي أنا ما تناولتش المرئي، الإعلام المرئي، هذه واحدة. اثنين المسموع شوي شوي. أي أي هي حكيت عليه سمية. أنا زادك رجعت ونرجع ونقول هذوما المآخذ وتقييمي لنا لي أنا معناه تقييم الروحي، أنه مثلا أتذكر مثلا موقف لطفي زيتون كان مع مريم بالقاضي يظهر لي، جاء وابدا انفتاح، ورغم اللي هو يعتبر يعني هي هذه مثلا انا في روحي نقد ذاتي هذا اسمه نعمل فيه، دونك نقاط الاختلاف والتشابه موجودين والنقائص بطبيعه الحال اكيد راهي موجوده واحد لا لانه قبل ما نحكيوا عليه بعد في النقاش كمان معناها تقرير الكوليب لاقى مسانده كبيرة من عدة وجوه إعلامية خلي نعتبرها مؤثرة، واللي بسبب مساندتها معناها كليت وابل من الشتم من التهديد، ونعرف على شو نحكي معناها نحط نفسي في الوجوه هذه، واللي اليوم الناس هذا ما زلنا نعانيه من ويلات مساندتنا اللي هي يومية معناها. تفكر مؤتمر تونس الحرية الفردية والمساواة كنت أنت مريم بالقاضي
على منصة معناها مثلا ما حبيتش نذكر هذاك ما يهمش معناها يهم جدا. به انت اثار انتباهي حاجه بار كونتر ميسيل شيء انت جبت موقف المفتي الجمهوريه عثمان بطيخ ويجلب الانتباه لانه كان في مرحله اولى قال انه لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة لأن نص القرآن صريح في ذلك وحسم فيها بحكم الآية الواردة في سورة النساء، لكن بعد خطاب الباجي قايد سبسي بدل شوية وقال لا بأس فيه وأنه من الداعمين له، مهنئا المرأة بهذا الإنجاز الذي اعتبره تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن فضلا على المواثيق الدولية. يعني سبحان الله مغير الأحوال صدف، هي ما تنجم تكون كان صدف معناه. حبيت نكمل بحاجة بركة باختصار تناجر نحكي من المعارضين الشيخ المستيري، وانت ركزت عليه برشا وهو شخصية تاريخية مهمة وعائلته جابت لتونس، هو عم أحمد المستيري كان من شغالت أحمد المستيري عنده قرابة على ما أعتقد بأحمد المستيري وبعت له جواب ولا مراسلة ينتقد فيها. هو راهو كي تجي تشوف راهو على مسألة حتى عام 56 أي راهو عنا مواقف متضاربة أحيانا، يعني ما نحكوش حتى توا، هو بيدو اللي وضع مجلة الأحوال الشخصية في جزء منها قال أنا كنت ضد التعدد، ذيك القانون منع تعدد الزوجات أحمد المستيري في مذكراته قال لي أنا كنت ضد لكن الحبيب بورقيبة فرض علي المسألة. يعني ما نلوموش حتى على معناه ما نلوموش حتى على المفتي مسكين مرة هكا مرة هكا على غالب هذيك. شكرا. باش نتعدى المروان بعصيدة، ومروان بعصيدة هو باحث في القانون ومقاله مهم اسمه المرجعية الإسلامية في تقرير لجنة الحريات بين متطلبات الفلسفة وإكراهات المجتمع. أنت تتساءل هل للكليب أن تكون له مرجعية دينية وإلا لا في صياغة هالتقرير؟ وأنا خليني نسلك ونقول لك هل كان يمكن للكليب أن لا تكون له مرجعية دينية أبدا في صياغة هذا التقرير؟ والله الحقيقة الحقيقة هذا هو السؤال اللي سألته روحي كي قريت الرابور، قلت اخي شنو فتوى هذا دي باش فما ولا بريسك كلهم معناتها يحكيوا على المرجعية الإسلامية معناتها، قلت اخي كيفاش معناتها حاجة غريبة خاطر انا كي قريت قانون اول درس يقريوك القانون ليس الأخلاق والقانون ليس الدين، بعديك تحل الرابور تلقى الكل معناتها 10 باجات يحكي على الدين. اخي متى سئل هذاك معناتها جات الفكره اللي انا باش نكتب الارتيكل هذا، وزينب قالت لي تحبش تشارك معنا، قلت لها اوكي سامحش. كيفاش عملت تظهر فيك كنت تستنى جوج شكون باش يقول لك نكتب في مقال في هذا كنت معناتها قلبك معناتها هو معناتها هاجس معناتها دائما هاجس، قلت شنو على الحكايه هذا. تناولت حاصيل وقعدت نقرا في الرابور والمراجع اللي مستعملين والشخصيات والشخصيات معناتها اللي ذكروا، وقررت معناتها اللي بون الرابور استعملته كديسكور ستان ديسكور خطاب. اخترت الجانب الخطابي على خاطره معناتها يتماشى مع الانتردسبليناريتي اللي انا نخدم بها. كي استعملت معناتها حطيته في الكونتكست نتاعو وفهمت اللي لوزاج هذا نتاع لو ريفيرونسي الاسلاميك جاي في تطور خطابي من اول الدنيا معناتها من بداو المسلمين معناتها الحكم باسم الاسلام ديما يستعملوا في المرجعيه الاسلاميه، والمرجعيه هذه تتطور معناتها ساكتواليز دون لو طون، ومعناتها ونحن مازلنا في التطور هذا حتى في عام 2000 وقتاش 2018 معناتها مازلنا نستعملوا في نفس لي فوندمون اللي يستعملوا فيهم معناتها في القرن السادس، اللي حاجة غريبة جاتني أنا حاجة من غريبة ياسر بيسكو معناتها في تكوين الأكاديمي يقولوا لي راهو الدين حاجة ولا سامحني يا مروان
نقص عليك خاطر عندي ملاحظة حبيت نقولها الأنور هذه وقتها. أنور يحكي قال جريمة الزنا هي كلمة الزنا كلمة معجم ديني يزمنا نبحثوا لها على بديل. فسمحني مروين نذكر وقت لي سمحني يا مروين أنا باش تقطع مع كلامكم نعطيك الكلمة. أنا ذكر وقت لي في الاستشارات اللي عملوها مع الباحثين الكوليب أنا نذكر أني علقت لهم كانت ثم حاجة مكتوبة على جريمة الزنا وقلت لهم راه مش معقول أنتوما باش تقدموا تقرير مدني ومتقدم ومسمينها جريمة الزنا راه هذه التسمية ديجا هي تسمية بدائية وتسمية متخلفة فابحثوا لها على اسم اذايا. دونك حبيت جوست نفتح القوس باش ننبه الى انه اللي ضد الكونسيبت يلزم يبدل اللفظ بي كونسيرنون معناتها معناتها السؤال هذايا راهو القانون التونسي خذا نفس الكلام اللي موجود في الفقه الاسلامي واستعملوا في القانون الوضعي كما نلقاو فيها كلمه مشرع وكل شيء ولا تشريع ولا مشروعيه كل شيء من الشرع معناتها اللي هو لافوا معناتها في اللغه العربيه اللي هي زي كلمه شريعه كيما نلقاو كلمه اخرى كيما كلمه المحكمه فهمتني قبل كان فما الشرع تو المحكمه هو قبل فما معناتها الجوستيس سيكولير اللي هي المحكمه والاخرى اسمها الشرع بعديك كي نحاو الشرع خلوه المحكمه وحطوا القضاة معناتها الشرعيين في المحكمه معناتها كو سالي كونتينيتي سيكولاريزاسيون تتسمى معناتها مشينا خذينا من الدين خذينا لو سونس نتاع الدين وحطيناه في السكي معناتها ني با ريليجيو معناتها اون ديت دو سونس مارسيل غوشي سمي اون ديت دو سونس دو لا لايسيتي بارابور معناتها للدين معناتها بون هذه تسلفنا الكلام معناتها معناتها برشا كلام راهو معناتها نفس قعدنا نستعملوا في الكلام الفقهي اما في القانون الوضعي بي كونسيرنون باش ترجعني هذه الخدمتي القانون الوضعي انا خدمت عليه معناتها شنو معناتها شنو ستاتيو نتاع لا ريليجيون في القانون الوضعي بي اول حاجه القانون الوضعي استنختيفاك دو لا برونسي معناتها نحن عملنا عالم هكا خيال سميناه قانون وضعي قانون وضعي راهو جاي مش من الوضعيه معناتها مش من البوزيتيفيزم تاع كونت بوزيتيف معناتها بوزي معناتها فما ناس تغلط تقول شبيه فما دين هو بوزيتيف نحن نعرفوا معناتها كونت هو عمل ريفوليسيون وكيفاش تطورت على ثلاثة ميتافيزيك فيكتيف ميتافيزيك بعد كده بوزيتيف كيفاش الدنيا ما طورت علمية ما عنده حتى علاقة معناتها بأوغست كونت بي العالم هذا هو عالم مع التوضيح كنت تسمح لي اللي كلمة القانون الوضعي لو نستثنيه تونس في العالم العربي والإسلامي هي كازيمون كلمة محرمة مش كمان نحط الامور في اطار احنا الوحيدين اللي نجموا نقعدوا في مكان كيف من هكا ونقول والله راهو عندنا قانون وضعي معنا في السعوديه راك توا خرجت من الصاله ما نقولوش باش ينجروك ولا اما مش بعيد يجلدوا الفكره الاولى معناتها راهو فما قانون وضعي هو معناتها استمود خيالي نحن خلقناه نسميه لو موند دو فريتيتر ما يجب ان يكون عليه وعنده دي فورماليتي دي بروسيدور باش يتوضع البروسيدور هذوكم يخليه هو يكون قانون يفرقوا بين مثلا القواعد الفقهيه ولا القواعد الاخلاقيه فهمت لكن هذا القانون عنده ما تستغيث بون دو فالور ياخذ لي فالور نتاعو نجم ياخذهم الدين كما نجم ياخذهم الاخلاق نجم ياخذهم من اي حاجه بي. في القانون التونسي ناخذوا في لي فالور هذوما من الدين الاسلامي بيسكو نحن دوله اول ما فصل الاولاني يقول لك تونس دوله مسلمه وفي التو معناتها سي بلو كلير نلقاو تعبيرا عن تمسك شعبنا بالتعليم الاسلامي ومقاصده المتسمه بالتفاتح والاعتدال وبالقيم الانسانيه ومبادئ حقوق الانسان الكونيه الساميه واستلهاما من رصيدنا الحضاري عن تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقاومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية معناتها ما زلنا مربوطين معناتها إيديولوجيكمون بالفكر الإصلاحي اللي هو فكر معناتها إسلامي المصلحين هم شكون هم اول هم مسلمين شيوخ معناتها فقهاء والفقهاء ذوكم هم معناتها تطور منهم جت الحركه الوطنيه
ما ترى فما ما تلا عبد العزيز تعال مصلح راه وشيء آخر وبعديك كي يجي الحزب الدستوري له الحزب الدستوري الثاني كمل في نفس التمشي معناتها نفس التطور معناتها الحركه الاصلاحيه عطت الحركه الوطنيه فهمت نحن مازال معناتها قعد الريتاج هذاك ايديولوجيك لو ريفورميست قعدنا به في الدوله في دوله الاستقلال وكملنا به معناتها اللي حاجه معناتها قعدت به انا كملنا به حتى بعد الثوره معناتها في الدستور الجديد مازلنا في الاصلاح الدستور هذاك هو لي فالور اللي يتمثلوا في القانون اش معناتها القانون يحكي ان ديسكور ريفورميست معناتها بورتون هو قلنا عالم افتراضي اخر ما عنده حتى علاقه بالديسكور وبالدين وكل شيء لكن في وسطه بالكونتينيو نتاعو مش بالفور بالكونتينيو نتاعو يحكي في ان ديسكور ريفورميست حاولوا في دقيقه ونص تكمل هذه هي معناتها الفكره اللي قعدنا ماشيين بها حتى لتو أنت استعملت كلمة مهمة كنت سمح لي أنت قلت يندرج المرجع الإسلامي في تقرير لجنة الحريات في هذا النهج الأساسي فهي ويؤكد وضع الإسلام كأساس ما قبلي يبني عليه مشروع القانوني هذاك السؤال اللي أنه ما كانش ممكن أنه هذا التقرير يتكتب من غير أنه يفصل مش بمعنى الفصل السيباراسيون يفصل معنى الترانش مع المقابلية الإسلامية للبناء القانوني التونسي هو كل شيء ممكن معناتها سي فولونتي بوليتيك افون تو معناتها لكن ما تنساش اللي هو موجه للشعب مازال ماهوش نون سيفيزامون سيكولاريزي ماهوش معلم بالدارجه معناتها شفنا كيفاش حتى في الانتخابات معناتها الفوت للمحافظين والمسلمين وزيد معناتها في المجلس النواب معناتها الاغلبيه محافظه معناتها كيفاش انت معناتها باش تعطيه تقرير معناتها علماني وتقول له اقبله وفيه معناتها الحريات الجنسيه ومعناتها استنتبوه معناتها حاجه كبيره راهو هذيا اللي صارت والسكيم ما قبلي راهو هذيا معناتها راهو القوانين الكل قوانين تونسيه قانون الوضعي اول نص قانون وضعي هو العهد الامين فهمت هذاك هو بدينا به قانون وضعي من عهد الامان ونحن ديما نحطوا الدين ما قبل ما يكتبوا النص هذاك يمشوا يشوفوا ايش قالوا الفقهاء وكيفاش يعملوا يشوفوا المذهب المالكي ومذهب الحنفي ومذهب الحنبلي وحتى المذهب الظاهري اللي هو ما عادش فما منه يمشوا يشوفوا اي حاجه تعجبهم يقولوا احنا ننتفعوا بالشريعه الكل ويحطوها فما اللي يقول لك هذا تلفيق وفما اللي يقول لك ليه هذا مبدا موجود عملوه لي ريفورميست يسمى التخير معناتها عندنا الحق كأنت كإنسان عندك الحق تختار تكون مالكي ولا شافعي ولا أي حاجة تعجبك تمشي معناتها أي ديسبوزيسيون تعجبك في الفقه تمشي تاخذ بها هما عملوا هكاك معناتها القوانين نتاعنا الكل في المشروع ياخذوا من كل مذهب ياخذوا الحاجة اللي تصلح بيسكو حليل هو بالنسبة لي حليل يستعملها ومشي يعمل حديثة عن طريق بذي ايديولوجيا معناتها داخلها في الايديولوجيا معناتها الريفورميست الايديولوجيا الريفورميست الاصلاحيه المحدثه مازلنا نستعملوا فيها معناتها مازلنا ما خرجناش من الاسلام مازلنا نستعملوا في اسلامات الحداثه مازلنا نستعملوا في معناتها الايديولوجيا ذي حتى بعد الثوره معناتها هي حاجه غريبه خاطر ما عادش عندنا شيوخه مصلحين معناتها به احنا نورمالمون في بيلي توب نفتحوا باب النقاش اليزي خلي انور تفاعل صغير هو التفاعل شويه مع مروان كلمتين رابيدمون هو تاصيل معناها التقرير في يعني في مثل المؤسسه القيميه نتاعو للاسلام اساسا يجي ايضا لاعطاء مقبوليه للتقرير احنا راهو خدمنا اول عمل بحث تخدم على التقرير هو في مفكره قانونيه كان عدد خاص بالتقرير وقلنا الكلام هذا كنا نتمنوا ما نلقاوش معناها 10 صفحات كما انت قلت لكن نحبوا نرجع لحاجه اخرى اللي هو راهو لجنه الحريات الفرديه والمساواه تم وضعها بامر رئاسي سلطه سياسيه لهدف سياسي معناها زادة بشتاتي مقبولية لدى الشعب والكل على المحتوى متاعها هي أرادت أنها يكون فما تأصيل داخل التقرير معناها هذا هو أنا ما تطرحت السؤال هذا أنا قلت لك المقال اللي قدمته فيه جزئين جزء سميته أنا
انترا ديسكورسيف معناتها ديسكور من داخل شنو علاقه الديسكور هذاك بالدين فهمتني انا قلت اللي فما فصل بين القانون الوضعي والدين على خاطر ماهمش اذا بارتيان ان بارتيان با معناتها زوز او ميم مونت فهمتني فما القانون الوضعي عنده معناتها دي بروسيدور دي فورماليتي معناتها اما اللي يتكلم معناتها الانتيريور نتاعو لو كونتينو لا سوبستانس تتكلم بالديسكور معناتها تنجم تحط فيها اللي تحب معناتها سوبستانس كيما تنجم كيما صار قبل القانون الوضعي في معناتها تروازيم رايش في معناتها القانون الوضعي زاد هذاك اما حط فيه الايديولوجي نتاعو سايت فهمتني ولا كل بلاد معناتها تنجم تحط الايديولوجي اللي تساعدها في القانون الوضعي نحن اخترنا الايديولوجي ريفورميست باهي وبالنسبه للانور الجزء الثاني هو سميته اكسترا ديسكورسيف الاكسترا ديسكورسيف معناتها اللي تكون مواجه للاقناع للمقبوليه للاكسبتابيليتي سوسيال علاش على خاطر كل شخص عنده مجموعه من عنده نسميهم لي كرويونس اكسيولوجيك اون كرويونس اكسيولوجيك معناتها كل عبد عنده الاكسيولوجي هي ان انسامبل دي فالور يمن بدي فالور مش كلهم يبداو كلهم معناتها منظمين كوهيرون كل شيء نجم كل واحد يمن بدي فالور معناتها ماهوش كوهيرون يلزم التقرير هذاك يقنعوا ما يدخلش في التصادم خاطر يعمل ديسونانس كيكا ديسونانس كوجنيتيف يلزم يقبلوا ويمشي به نقطة ممكن تستاهل التوضيح وانت رجل القانون اليوم القانون التونسي الشريعة والفقه الإسلامي هو مصدر ثانوي في عدة مجالات لكنه يبقى مصدر كمام موجود حبيت نتعدى نحلو بنقاش وطبعا هذا فما دي كونفيزيون قاعدين يصيروا حتى في معناها احنا ديما ننساو حتى في لا جوريسبرودونس حتى في الفقه في القرارات معناتها نتاع المحكمه معناتها تشوف في الفقه القضاء موجود معناها هو بعد القانون ما يفرقوش ما عندوش قيمه معياريه الفقه الاسلامي والاسلام ما عندوش قيمه معياريه في القانون التونسي عنده قيمه معرفيه معناتها الانفورماسيون في وسط القانون معناتها ما نجمش ينقص معناتها القاضي ما نجمش بورتون تصير ديما نلقاو معناتها قضايا القاضي ينقص من القانون معناتها من القانون الوضعي اللي فما نص معناتها راه في مازال التزامات والعقود مازال التزامات والعقود تقول لك ما عندوش الحق القاضي ينقص هو الفصل 535 ايش يقول لك اذا تعذر الحكم بنص صريح من القانون اعتبر القياس معناتها يعمل انالوجي كيما يلقاش فان بقي شك جرى الحكم على مقتضى القواعد العامه للقانون معناتها ديما يقعد في القانون ما يخرجش القاضي لكن تصير قاعدين نشوفوا معناتها بعض ساعات نقعدوا نشوفوا ديسيزيون ولا ري وعندها تقعد بها انت تقول كيفاش صارت هذا ما قراش مسالته قبل ما نحل باب النقاش القاع حبيت ان نرجع لزينب وخلاصه اللي سمعناه الكل وجملتي هذه باش تكون ما بين السياسه والقانون هل أنا في الأخر الكلام اللي قاله مروان مهم حول استحالة إذا صح التعبير بالنسبة للجنة أن لا تواجه المسألة الدينية في تحليلها لسبب بسيط وهو أن الهدف الأساسي من تكوين لجنة الحريات هو أولا مسألة المساواة في الميراث واعتبار بقية المسائل ملخ مسائل ثانوية ومسألة مساواة في الميراث عندها إشكال ديني باعتبار الأرجومون المعروف النص الصريح هل أنه مش وجود مسألة مساواة في الميراث هي على كونديسيوني نوعا ما أعمال وتوجهات متاع اللجنة لمحاولة إما الفصل أو خلق نوع من الاجتهاد حول مسألة اللي في الأخر بالنسبة للرأي العام كانت مسألة دينية والله يعني مشكلة المساواة في الميراث مضحكة في تونس لأنه الفقه المتعلق بالميراث مش أول مرة يتم اقتراح تغييره في تونس وأكبر مثال أنه في مجلة الأحوال الشخصية ولا بعدها بشوية تم تعديل أنه الفتاة أصبحت تحجب هذية ما تلقاهش في الشريعة الإسلامية فوقت يكون الأب والأم عندهم فتاة وما عندهمش ذكر يورثوا العمومة ويورثوا العائلة الكبيرة يورثوا مع
ولا هذه هو يورث معها. احنا المجتمع قبل انه ما يورثش العائله الكبيره وتم التغيير في القانون بكل يسر وما صارتش لغط ديني، فلماذا المجتمع في امر ديني ثابت ايضا بالايات القرانيه وبالفقه يقبل شيء وما يقبل شيء اخر؟ يعني هذا السؤال راه فما معامله تمييزيه من قبل المجتمع نفسه مع المسائل الدينيه. سامحني مروي، لماذا المجتمع ثم حاجات مكتوبه موجوده مثلا نعطيكم حق القذف، القذف يعني شتم المرأة تعييرها بكونها عاهرة، علاش المجتمع صباحا ومساء عنده القذف وقت اللي هو حد من حدود الله التي فيها كبيرة، يعني هي كبيرة فيها حد من حدود الله السبعة وفيها جلد وتصل حتى إلى القتل إلى الإعدام في بعض الأحكام الفقهية، مش معترف به كحد من حدود الله. يعني راه تعامل المجتمع مع الأحكام الشرعية فيه ذكورية، فيه ذكورية وفيه هيمنة اقتصادية، لأنه ما ننسيوش أنه مسألة الميراث فيها فلوس مصالح، فما ديزون جو ايكونوميك. دونك هذه راه الحقيقة ماهيش العائق ديني. أنا مانيش، أنا طورت شوية في أفكاري يا مروان، وليت نجم نفهم علاش تقرير يعمل إصلاح من داخل النص الديني. ربما صحيح احنا ما عملناش الحديثة باش نمروا إلى ما بعد الحديثة، لكن راهو ممكن أن نعملوا الحديثة وما بعد الحديثة في نزربوا، معناتها نعملوهم فيسع فيسع، ويولي الدين عنصر ثقافي ما هوش بالضرورة نتصادموا معاه. يعني يمكن أن ما نتجاوزوه كعنصر معرقل، لأنه مش صحيح أن الدين هو عنصر معرقل. اللي معرقل هي قوى الهيمنة، وفي الأغلب هي قوى اقتصادية. ذاك علاش التقرير ما حبش يتصادم مع عنصر من عناصر الثقافة اللي ممكن أنه يتجاوز التصادم معها. يعني مش بالضرورة باش نحقق العدالة والمساواة لازمنا ندخل في عركة مع الدين كدين. يمكننا نتصادم مع الذين يريدون احتكار الدين، يمكننا نتصادم مع الذين يريدون تسييسه، يمكننا نتصادم مع الذين يريدون التجارة به، لكنهم سينكشفون عن وجوه تحاول أنها توظف الدين كما يتم توظيف شعارات أخرى. إذن يلزمنا ننتبه إلى الرؤية اليسارية الإنسانوية الحديثة الجديدة اللي هي مش بالضرورة في عداء مع الدين، وإنما يمكنها أن تتعامل مع الدين كمعطى أنتروبولوجي، يعني كحق من حقوق الإنسان. يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. ولذلك التقرير أنا ما لا أنقده في نقطة محاولته احترام هذا العنصر الثقافي الموجود في المجتمع الذي وهو مجتمع في أغلبيته يحمل هذا الشعور الديني، وإن كان لم يكن المجتمع التونسي البراتيك يعني بالضرورة الدين، ولكن هو يعني أنا تحدثت مع مراهقين مؤخرا على العنف، كي جيت نحكي على بعض المسائل الحساسة لقيتهم ينفعلون ويدافعون عن الدين وإن كانوا هم عندهم أفكار وقيم جديدة جدا. فأنا وقفت فحسيت أنه فما فعلا ما يسمى بالانفعال أو الشعور الديني اللي أنت ما تنجمش أنك تدخل فيه هكذا دون معرفة عميقة. فلهنا يا مروان يلزمنا ننتبه إلى أنه المجتمع الذي نعيش فيه رغم كل ما يبدو عليه من مظاهر التقدم والحداثة بين ظفرين الشكلية، يحمل فيه حتى الذين ينتمون إلى اللادينيين يحملون بنية لا واعية فيها يعني أمور تتعلق بالدين. ولذلك يجب أن نفهم أنها أمر حساس جدا، وذلك علاش نفشل في التعامل مع هذه الجموع، لأن لا نحترم ذلك العنصر المكون النفسية الجماعية أو اللاواعية أو المخيل الجماعي. فالدين مش هو المشكل، الدين يمكن التعامل معه إذا كان ننطلق من منطلقات أنتروبولوجية وعلمية وأيضا من منطلقات حقوقية بصفة علينا يجب أن نحترمه، لأنه هو حق من حقوق كما علينا أن نحترم الفرد، كما علينا أن نحترم الحرمة الجنسية الحرمة الجسدية، كما علينا الحقوق الجنسية، كما علينا أن نحترم حرمة الجسد، كما نحترم الخصوصيات، أيضا نحترم حق الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن. يعني هذه مسألة مهمة جدا. مروان بسرعة نحب نعطي النقاش للفكرة. كما قلت فما قواعد نحن بدلناهم والمجتمع ما تقبلهم، كما الرد، كما في الرد قاعدة الرد اللي هي لما الراجل كي يتوفى ويبدأ عنده بنته تورث معها عمها ولد عمها في الفقه الإسلامي موجودة هذي. كيفاش نحن نحيناها؟ علاش نحات معناتها والعبيد معناتها ما عملوش حتى رياكسيون وتقبلت عليه؟ على خاطر قبل الرد الفيل نتاع الطفله اللي تورث مع عمها ما كناش نطبقوا فيها،
نسبي بها راه قبل كنا نطبقوا في الفقه الاسلامي ما تبي حذافيره ما كناش نطبقوا فيه بحذافيره عمرنا طبقناه حاجه غريبه ما تجيكم غريبه اليوم خاطر نحن نسمعوا معناتها ديسكور معناتها غلوريفيون كل شيء توينس عمرهم مش عمر ما كناش نطبقوا فيه كما هو الرد ذي البي قبل كي تجيه معناتها يجي طفله تقول له راني ما نجمش نورث دارنا هي دار صغيره باش نورثها انا ولاد عمي يعطيها لها فما موجودين تجم تقراو محمود شمام تاريخ قضاء تونس تلقاه هذا بار اكزومبل شيخ محمود شمام في شيخ معناتها زيتوني ولا قاضي بعد الفكره هذه موجوده فما حاجه معناتها في المغرب دول المغرب عندنا حاجه ما فماش في الشرق اللي هي اسمها العمل هذه الناس ما يعرفوهاش العمل هذايا كل بلاصه في تونس عندها العمل نتاعها شنو هو العمل هذا عبيد يعيشوا بطريقه هذيك قال لك نحن نعيشوا صبر نحن نعيشوا هكا علاش جيب معناتها قاعده فقهيه تحب تطبق عليه بار اكزومبل في القروين كانت الراجل يجيب شي عارس بطفله تقول له لي تعطي خذني انا برك ما تاخذش اربع وصارت باروى القيروانيه كي فتني ولا فرضت على الخليفه المنصور قالت له تاخذني انا برك اروى القيروانيه فتني ولا خاطر عندهم في القروين ما عندهمش عندهم المونوغامي معناتها تجمش انت تفرض عليها معناتها البوليغامي العمل هذاك عمل قيرواني تسمى العمل وفما راه معناتها برشا حاجات نحن ما نعرفوهاش مروان هذولي اكثر واحد خذيت كلمه ما بين الاولاد الكل نتعداو للنقاش في الصاله عندنا واحد اثنين ثلاثه واربعه انا باش نتكلم بس قرب الميكرو برك باش نتكلم بالفلاقي قدم نفسي انا عبد الرزاق بلوصيف دكتور اقتصاد علوم سياسيه بون في البحث الكل ايش عبدك تحب تقف خيره ومش تقف احسن اي خير كم سنه كل تشوف يا رادي خاطر شوي لطف عليك لا ما اقعد ما لطفك علينا من الشك لا بسيد بسيد اسمع مع الزمن وسابق الزمن انا عبد الرزاق بلوصيف دكتور اقتصاد خذيت دكتوراه عام 1989 بون تو حاليا متقاعد عندي 35 سنه في السكك الحديديه علاش بس سكك حديديه نعطيكم نقول لكم علاش قرينا في الجامعه في تونس وكل شيء فهمني واحد وقتها كانت النضالات وكل حكايه كل بون أنا الشيء اللي فرحان له تو احنا في الضوء معنا نناقش وكل شيء والهذوما انا فرحان برشا المواضيع هذوما كل فما ساعة انه فما ديمارش بوزيتيف اكيد هذه الوحدة بون توتفوا فما الاشكال الكبير برشا احنا نقولوا الفكر اللي نقولوه وكل شيء هذوما الافكار نتاع ناس نوموكلاتور و سا دونك كيفاش باش نهبطوا الجماهير باش نفهموا من الوحده هذه باش ناخذ النقطه الاولانيه فما ناس وكي قالوا على القانون كيف ما القانون يقول لك تشوف كيما لو مال لو بيان القانون ما شنو مش لا قانون القانون هو مبني على كل ليغيت اسمه هذاك ولا واحد كل شيء به الاشكال ملي معناتها تخلقت الانسانيه تبنى على الجانب الديني والجانب العلمي اللي هو النور به هذه معناتها الاستوار سي كوم سا سي سيت سو دواليزم اونتغ لو واحد نظريه ماركسيه الناس يقولوها كل شيء بون نجي لحكايه مو نحكيو تو على الجندر كل شيء نعطيكم مسيدي ان اكزومبل البي دي جي تاع الاس سي اف تي ا سارتان مومون مرا بي دي جي تاع شكون؟ الاس سي اف تي السكك الحديديه مرا امي معايا وكل شيء فهمتي قدام سر رجب باهي تتذكر وقتها علاش نحاوها؟ اش قال البيجي؟ قال نحى عليا علاش نحى عليا؟ قال غلطت وهي مش غلطه هذه ستون وقتها حكايه اكسيدون كل شيء واحد معناتها خاطر امراه نحاها ما نحاش الوزير اللي هو يشبه ده هذه البرومي بوان اللي البيجي هذا طبعا رايك لا 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 مش ستون رياليتي باسكو النقطه الثانيه
هو اللي يهمه الامر ماهوش هوني باش يجاوبنا للاسف. اي داكور لا لا نجاوبه هو ني بلو لا مي مي يعني بور تو دير كو العقليه نتاعنا كما قالت المدام الذكوريه ذكوريه الحل شنو ما نقولوا جندر احنا المراه البرودوي اوسي بيان فكريا الى غير ذلك نقولوا 50% العلم قال كيف كيف هذا العلم ما معش انا ما جنفونت ريان علاش قول قايل بور لو ميم ايفور تخلص الراجل اكثر من المراه هذه الساعه العقليه في العالم اجمع موجوده دور لون سو بروبليم لا به نجي تولى الحاجه الثالثه اللي هي الميراث كان نحكي لك مدام وقتك الكولي بي كنت تذكر فهمني وقتها انا جيتي بريزون في في بيت الحكم حاولوا نختصروا لانه يعني فما ناس اخرين مش تكلم مانيش باش نزيدوا التوضيح بيت الحكم هذيك باش يفسروا باش يعملوا هك الوحده ديما بقاتك العقليه الذكوريه وقتها اوريزمون ما هجموش علينا الاخوانجيه وعطاونا على فهمني يعني بور تو دير بور بور كونستيتيو اون سوسيتي il faut une culture la culture هي قبل الاساس قبل السياسه وقبل الاقتصاد دونك لا كولتور كيفاش انت تهيئ الفرد ملي صغره ملي تولد من كل شيء تعطيه له شوا فهمني وبور تيرميني نجيب بار اكزومبل حكيت كما قلت انت الزنا لازم نعطي اون اوتر تيرم ولا الحريه الفرديه هي الاساسيه كان نعطيكم حاجه اخرى نكمل النقطه هذه استرسل مو في الحريه في الحريات السجين السجين هذه المودع في السجن وعنده الحريه في الثقافه ما يعطيوهاش عنده الحريه باش يبدع ما يعطيوهوش لونفيرونمون عنده الحريه الجنسيه اللي حكيت عليها انت خاطرشين بيرسون سولادي تحسننا برشا عندنا مهرجانات الكل يمشوا للسجون اخيرا يعني في ايام قرطاج مسرحيه 10 مسرحيات سجنيه تعدي نعرف الموضوع دخلت ولا بارك الله فيك شكرا سلوى وانت شاركتي مدام سلوى جيجا في هذا الكتاب بمقال حول مواقف المجتمع المدني من التقرير ودور الاعلام والنخب هذا اللي حبيت نركز عليه على اساس انه للاسف احنا اللي تنتجوا النخبة ونعرفوا الناس اللي معناتها نسبة الناس اللي تقرأ وتطالع تبقى هالدراسات بصفة عامة في الرفوف أنا الحاجة الهامة اللي شفتها في هذا هو أنه الندوة وقعت في قفصة مهم جدا أنه الكتاب شاركوا فيه أكاديميين وشاركوا فيه مجتمع مدني على أساس التقريب ما بين النخبة وال يعني وعامة الناس هذا مهم جدا يعني وفق النظرة الجرامشية ان تكون النخبه في يعني قريبه من المجتمع وفي خدمه المجتمع وهذا هو الاساس كيف نشوف هذا انطلاقك من فرضيه وان فكره المساواه والحريات هي فكره نخبويه اللي هو بين سؤال فلسفي وعميق لان المساواه في الميراث البروفيت با للنخبه كهو وقت اللي نشوف الاضافه هذه بين التنوير والتكفير انا عجبتني على اساس انه تحطنا أمام مسألة العقليات وكي تحطنا أمام مسألة العقليات يقول قائل ما هو دور النخبة في تغيير العقليات هذا أساسي دور النخبة في 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 تغيير العقليات تمر عبر كسر الصور النمطية اللي موجودة في الأذهان وبناء صور جديدة مبنية على المساواة وهذا وقت اللي انت سألت زينب على الدفاع عن الحريات الفردية هل هي مساندة سياسية ولا لا مش مساندة سياسية هي القيم الكونية لحقوق الإنسان اللي تجمع مبيناتنا الكل في عالم ولينا احنا
في تنزل على التليفون نتاعك تتصل بأمريكا وتتصل بآخر الدنيا وتاخذ الطيارة في ساعتين تمشي في وقت اللي كنا نتحركوا على ظهور الجمال والحمير. وفي العهد هذا اوني اوبليجي بالسيف علينا باش يعني تكون القيم ما بيناتنا مشتركة ما كانش باش ندخلوا في حروب ما 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 لا تنتهي. والمعاهدات الدولية اللي صادقت عليها بلادنا والدستور اللي نص على المساواة وكذا وكذا يعني هذايا ماهوش مساندة لطرف سياسي دون آخر أما هو في صلب يعني ما يقتضيه المجتمع متاع اليوم. ولذا السيرة ما بين الجامعة والمجتمع يلزم نكسروا الحواجز et la recherche devrait être de la recherche action تفكر باش تطبق في المجتمع. وهذا يظهر لي عندنا تجربة نكمل في ساعة تجربة عملناها وكانت ناجحة في 2013 انا واحدة من الناس شاركت فيها التقرير دراسة كاملة تعملت مرصد كامل تعمل الوسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية وكذا. وبعد ما كمل التقرير مشينا به الوسائل الإعلام هذية صورة المرأة في الإعلام ومنها بدأت تتغير صورة المرأة في الإعلام وليت وليوا إنساء هما بنفسهم يشاركوا معناتها ينشطوا في موائد معناتها ونقاشات وكذا في وقت اللي ما كانوش موجودين في هذا. شكرا. شكرا. بعد عزيز القدم راهي أستاذ الرياضيات وما تم في الرياضيات وتم خاصة بالمنطق قلنا له شارك الجاب والمنطق قلنا له شارك معنا وما حبش يشارك لازم راكم راه فيكم ناس ناقصين منطق ولا ما حكيتوش مع بالمنطق الباهي منطق رياضي على الاقل عندي ملاحظتي الملاحظة الأولى فيما يخص مفهوم السلاح الملاحظة الثانية في مفهوم غرامشي دور المثقف كان في الإسلاح أنا لاحظت أنا سيانتيفيك منيش ليتيرير ومنيش فيلوزوف منيش واحد أنا اللي لاحظت وأنه نحاولوا صلحوا حاجة من داخل المنطق ناخذ المنطق الديني وتحاول تطلع حاجة هذه طريقة وفما طريقة أخرى الطريقة العلمية اللي نعرفها أنا هو تنظر الواقع تعمل دراسات في الواقع تشوف شون يفهمها شون يفهمهاش ومن بعدها تستنبط تجرب تستنبط تمشي تقرا الكتب تشوف المفاهيم الفلسفيه والدينيه واللي تحب وتعمل النظريه بتاعك هكاك نخدموا واحد نخدموا ننطلقوا من الواقع ننطلقوا من التجربه التجربه هي خارج العقليه كي ترى تمشي مثلا نعطي مثال بسيط المرة الفلاحية المرة الفلاحية تغدرها في العمل بتاعها وفي في حياتها اليومية كما موجودة فما دراسة تعملت ونراها جميلة جدا وهي أحسن برهان على ضرورة المساواة في الإرث
لأن في الدراسة دي إيش يوريه؟ يوريه المرأة تخدم، تخدم في دارها، في حتى في أرض متاع والدها اللي توفى، والأرض كراوها ناس أخرين، وتخدم كعاملة يومية. معناها بيعيش ما تستمتعش بالإرث بتاعها، بالنصيبة بالإرث فقط. وكي يشوف معناها التفاصيل فما تفاصيل تلقى فما مجموعة من كيف نقولوها الكونترينت سوسيال اللي تخليها ما تحبش ما تجريش وراء حتى حقها. تجري وراء حقها ما تجريش. دونك بور كونكلو اللي حبيت نقوله هو انه معناها ما نقعدوش في المنطق بتاع باش نصلح الدين نقعد نحكي في الدين. بون هذاك خدمه الامام وخدمه كذا، اما كمصلح اجتماعي واضح ولا قانوني واللي هو واضح. تنطلق من حاجه اخرى. ميرسي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. مازالت نقطة ثانية؟ أي النقطة. يعني النقطة الثانية في دقيقة مال. أي في دقيقة. خاطر سينو عزيزي استنى مقبلي. النقطة الثانية هو أنه علاش كما قلت فما دراسات وتقف في الرفوف. شيء طبيعي تقف في الرفوف إذا كان عم يتحركوش. وزيادة شيء طبيعي تقف في الرفوف. وقت اللي هي ما تمشيش بحاجات المحسوسة اللي وفما برشا دراسات ماشي ما تمشيش من المحسوس ما تمشيش من حاجة. دون المهم هو أن ننطلقوا من حاجات المحسوسة. قلت حكيت على الأكسيون الواحد. بون هذا المطلوب. واضح. ونعطي الكلمة العزيز كمان للتوضيح على الاكسيون جوستمون. نذكروا كمان انه في السنوات الاخيره كان تم التصويت على زوز قوانين مهمين جدا، طبعا قانون مناهضه العنف ضد المراه واللي تصوت عليه باغلبيه محترمه في البرلمان التونسي في 2017، وقانون الغاء الترخيص الابوي للسفر للقصر وامكانيه الزواج غير المساواه. يعني الأكسيون والضغط أعطى نتائج ملموسة جدا على الميدان، مع توضيح أنه ما زالت خدمة أكثر من هكا مطلوب. عزيز الأحمر ماهوش أي متدخل، هي اللي نعرف عاد احنا وصيتني عليه من أول الواحد محمد عزيز الأحمر. هي توري فيها تمثلات الحرية في تونس من خلال السجل الدائر حول تقرير لجنة الحريات الفردية. فسأل لي شو معناها مقاربة عرفانية. معقول. محمد عزيز الأحمر أستاذ مبرز في اللغة العربية وبحث في اللسانيات. بالنسبة للمقاربة العرفانية هو فرع أو مدرسة يعني لسانية تسعى إلى دراسة اللغة من وجهة نظر يعني من وجهة نظر العصبية ويعني جسدية أيضا. يعني اللغة لا ينظر إليها بمعزل عن الجسد بقدر ما أنها نتاج للجسد. يعني كل تمثلاتنا وأفكارنا نبع بالجسد. من ذلك مفهوم الحرية اللي حكيت عليه. يعني لا يمكن أن نفهم مفهوم الحرية دون يعني النظر إلى أجسادنا. يعني كيفاش تعرف روحك حر؟ نجم تنقف في أي بقعة. كيفاش تعرف روحك مش حر؟ يعرضك أي أوبستاكل، أي حاجز، أي عائق في روحك أنك مش حر. يعني وانطلاقا من هذا المفهوم المجسد نجم حتى نبنيه تمثلات مجردة ما أكثر. هذا في خصوص يعني المقال يعني تنجم تطلعوا عليه. سؤالي باش يكون حول يعني كيفية مقاربة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. أظن أنه لا ينبغي أن نقارب يعني هذا التقرير كعمل أكاديمي يعني بقدر ما ينبغي أن ننظر إليه كعمل سياسي. يعني هذا يعني تقرير اللجنة هو خطاب سياسي أخذ بعين الاعتبار تمثلات المتقبلين، تمثلات الثقافية الدينية، وأخذ حتى بعين الاعتبار مخاوف من كتب هذا التقرير. يعني مخاوف من كيفية تقبل يعني في هذه التهمة سي محمد عزيز. لا ماهيش تهمة، هذا موجود في كل خطاب. يعني هذا عادي، لكن
هنا الإشكال. الإشكال ما الذي صار؟ يعني أن هذه المخاوف أو أن أخذ أو أن الأخذ بعين الاعتبار هذه التمثلات الثقافية قد أوقع كتاب التقرير في مأزق تأصيل. يعني حاولوا أن يعني يسقطوا مفاهيم حديثة ويبحثوا في جذور لها في يعني 14 قرن تالي. يعني كان ما نحب تحب تبحث على المساواة في 14 قرن بالتوالي حاجة ما تجيش. يعني هوني يعني حاجة لازمني أيضا يعني هوني أيضا هي أنا نكرونيزم أيضا هوني يعني التقرير يظهر يعني ادخل في النزعة متاع التوفيق كما يعني كل رواد الإصلاح اللي كتبوا في القرن 19 والقرن 20 يعني التوفيق بين ما هو معاصر أو حديث وبين ما هو تقليدي ودين. يعني هوني سؤال، هل فعلا يمكن أن نعتبر هذا التقرير بمثابة التقرير الثوري أم أنه يتنزل ضمن مساري التأصيل والتوفيق؟ قبل ما فما ثلاثة تدخلات مثلش ناخذ شوية وقت نجاوبه به نخليه كان هو يتكلم خطر بي مش نجاوب في التوفيق أو الحالة خطر هو كان أقل واحد هما الجهة اللي سارة أقل واحد تكلم نزل منظمة يسارية الجهة اللي سارة أقل واحد تكلم فما إشكال معناه كومي ياسي مروان اي سيبوا لي سر رايد عاد شتم نحب نعطيك الكلمه هو ما قبليك انا كلمتين غبيت هو راهو عزيز من الناحيه القانونيه راهو يستجيب لكل متطلبات العمل البحثي والعلمي معناها اللجنه لما عملت العمل نتاعها يعني وشفت قامت بعمل توفيقي بين الدستور المعادله الدوليه والقانون الموجود معناها عمل علمي يعني وما تشوف تجمو تشوفوه الكل التاثير اللي قلنا التاثير هذاك كما انت قلت بالضبط هو مش نرقعوا حاجه نحاولوا نحطوها في سياقها وكهو بلا الحاجه اللي انا مثلا نحب ناكد عليها في التقرير بخلاف التاثير اللي نشوفه ناقص في التقرير مثلا هو مثلا الحجر الاقتصاديه علاش اعضاء اللجنه ماخذاوش وماخذاوش التقرير هذايا بحجج اقتصاديه من الواقع نتاعنا من المحسوس نتاعنا مثلا اليوم المساواة في الميراث المساواة في الميراث عندها غدوه كانوا له عندنا مساواة في الميراث تامه وفعليه بين النساء والرجال شكون عندها اثر ايجابي اقتصاديا على الواقع نتاعنا وهذا يعني قاموا به باحثين عندنا باحثين قاموا بالعمل هذايا كيف في علاقه بالمثلا النساء العاملات في قطاع الفلاحي مثلا اليوم كان نشوفوا في الواقع التونسي نلقاو اللي اقل من 6% فقط من العاملات في قطاع الفلاحي يملكن اراض معناها اللي هو وقع يعني صعيب برشا للعاملات الفلاحيات واللي هو نجم يكون من بين الحجج الاساسيه اللي تمس السياسي وتمس المواطن وهذا اللي انا شفته نقص خاصه في التقرير الحريات الفرديه والمستويات هو التكمله في الترانزيشن هو قال هل انه تقرير ثوري هو هل انه ادعى انه تقرير ثوري وهل انه بني كتقرير ثوري هذا السؤال مروان ابدا جيب سي توفيق بي سي توفيق انا باش نجاوبك بطريقه منطقيه انا زاد معناتها شيرشور ان دووا ايبيستيمولوجي جوريديك معناتها انا قبليك فما نقطه قعدت نعاود فيها نعاود نكرر فيها معناتها باش نستفهم انت قلت علاش القانون ما بداش من الواقع انا قلت اللي لو دووا C'est une fiction, ça menait le devoir être. Fiction agissante, qu'en dit le marhoum Mohamed Sharfi. C'est une fiction. Logiquement, nous ne parlons pas, mais un fait, une norme. Quand nous parlons d'un fait à une norme, on commet le paralogisme. Le paralogisme naturaliste que tu parles David Hume. Nous ne parlons pas fait une norme. C'est interdit. Nous parlons d'une norme à une norme. D'un fait et un fait. Et c'est la chose mentale. Concernant le réformisme, c'est une idéologie. Il y a eu un philosophe qui a été un grand philosophe à Cambridge, qui s'appelle Ernest Gellner. Ernest Gellner, dans le réformisme au Maghreb et en Tunisie, a dit que c'est l'idéologie la seule et le peuple tunisien ne l'a pas accepté. Il a pensé à l'indépendance. عام 60 كتب المقال نتاعو وقعدنا معناتها بالعقليه نعرفش توا باسكو مازلنا معناتها الشعب التونسي مازال معناتها ابروبري سيت ايديولوجي معناتها ريفورميست ولا لا اما لو رابور دو لا كوليب
قعد معناتها يستندلها هذه هي الفكره معناتها ستين ايديولوجي جوست نوضح حاجه في باش نجاوب العزيز وباش نكمل على مروان انه التقرير هو حبي تخديم مخ معناتها المهم النجاعه تصويت على القانون لانه ينطلق من مسلمه انه القانون يمكنه تغيير الواقع ويمكنه للقانون ان يغير العقليه يعني الكوليب راهن على هذا المعطى انه هيت نعديو القانون وتخلط العقليه فيما بعد هو هذا الرهان لكن المشكل انه ما نجمو ننجحوا فعلا الا اذا ثم كما كان يحكي انا فهمت استفيق الشاحكي انا لازمنا كل شخص من موقعه الى جي والناس كل تخدم في نفس الوقت ما نقعدوش نستناو باش نعملوا نظريات ولا باش نعملوا اصلاح لازم كل فعل في في بقعته يفعل وهو هو هذا اللي انا نعرف اللي هو قصد هذا الامر وهذا اللي احنا راهن عليه في الكتاب مع احنا كانت سامحني يا مروان كانت اللحظه اللي عملنا فيها الندوه ديجا ايسنا من مرور القانون للتصويت وحولنا الندوه الى لحظه مقاومه وانطلاقه جديده للتوعيه والدليل ان هنا ملمومين باش نحكيوا في هذا الموضوع رغم انه القانون والكوليب ما فماش وما فما حتى رهان سياسي ونحب نقول انه طلبه بعضهم اللي في قفصه جاءوا لكلية الأداب يعرضوني ومعناتها قاعدين نشوفوا راه في التأثير الإيجابي للندوات هذه مش كان لهذا طبعا لكن هذا من الأشياء اللي عمل تأثير إيجابي جدا ونقاشات بتاع الندوة هذه وغيرها تأثير إيجابي جدا يعني وكيف نحن نربحوا هك العشرات والمئات من العقول اللي حتى لو كان مش 100% لكن تطبعوا مع هذه الأفكار ومع هذه الحوارات شوف قديه باش نجمو نقدمو الى الامام فاذا عزيز الكوليب راهن على انه نمروا بالقانون للتصويت كي يحدث القانون تتغير العقليات وهذا هو النقاش مع العلم قبل ما اعطي كلمه لمولدي القسومي للتوضيح انا عشتها الفتره الهدف كان كمان ولا يزال الى يوم الناس هذا انه نجمعوا حول فكره المساواه في الميراث والتقرير هذا أغلبية تنجم تمرر قانون فما هي الوسائل لإقناع أولا أغلبية من المواطنين ولا من الناخبين أو أغلبية من النواب وهم مجمدين تو صعيب باش نقنعوهم أما تو نهار يخرجوا من الريفريجيراتور نهار اللي باش يخرجوا معناها أنا شخصيا البعد السياسي المحض في العملية هذه ما نجرموش معناه وما نكفروش انا نذكر في سامحني مولدي لا للتاريخ في الفاموز القاعده هذيك في مدينه الثقافه قلت لهم il faut de la patience de la pédagogie et de la persévérance علاش يعني انت باش تقنع ناس بفكره هما مش قابلينها طبعا احنا كلنا 99.9 الموجودون هنا مقتنعين ان هذه افكار كونيه لكن في الاخر عندك مجتمع اللي اليوم لا يعتبرها أفكار كونية وتصدمه في عدة حاجات دونك أولا يلزمنا قوة الإقناع قبل ما نمر إلى حاجة أخرى هذا رأي ميسيلش المديراتور يعطي رأيه دو تنزون طوه ميسيلش مولدي قاسومي وهو عضو من اللجنة العلمية اللي راقبت هذا الكتاب وعطته قومت أو قيمت قومت وقيمت ها قمت أنت تقويمه في العربية عزيز أسلم لأنها تعني التقييم والتسمين معا والدليل أنه اليوم بالمصادة سمى قرب ميكرويف أحد المقالات اللي طيحناها وقتها اليوم نلقوه في ملف تأهيل يعني نحن أسقط التأهيل باش يولي وطاح في نهاية الأمر معنا أي لا لا الملف طاح وفيه المقالة لكن باش يعني صدفة وفرصة باش نأكد على أهمية اللجنة العلمية والتقويمية في الله ولكن نرجع للأهم باش نبني على الديمارش اللي كان يحكي بها مراد ونمشي للضفة الأخرى من باب الاحتمال لأنه نحن الأكاديميين المدبية غدارة رانا ساعات نمشي معاك في ثنية لكن نحط من باب الفرضية لو أكل لو الكبيرة باش نمشي في الاحتمالات اللي متاع تخمام الناس الأخرين واللو الأولانية في شكل تساؤل يعني متحرر من الاستفهام مش سؤال تساؤل يعني ملاحظة في شكل تساؤل وفي علاقة مباشرة بالكوليب
وكأنه لو لم يكن الهيكل هذاك اللي هو في نهاية الأمر حبينا ولا كرهنا كي نعمل الكونتكستواليزاسيون نحطوه في سياقه، نفهموا اللي مناورة سياسية استفاد منها الباجي الله يرحمه في لحظة ما، واستنطق الهواء العديد من التونسيين بما فيهم الأقليات، وأنا شخصيا نعتبر روحي واحد منهم لأني الأقلية الفكرية اللي مش متبينها برشا ناس، الأقليات متعددة بما فيها الناس اللي يخموا خارج الصندوق، واستنطق اللحظة باش استثمر الفكرة دي. لو هذه تخليني نلوم الجمهرة الأكاديمية متاعنا، لو كان ما جتش الكوليوب وقتها والتقرير هذاك الموضوعات هذه ما كانتش ممكن تطرح، وهذا يخليني نتسأل على المسؤولية المواطنية لنا نحن هالأقلية الفكرية والأكاديمية في نصاب 24,000 أكاديمي تقريب كي نعملوا لاروديسمون معناها باش يفرون باش نتذكروا الرقم هم 23,700 واش. المواضيع اللي الدولة ويكتبوا فيها اليوم الكل مواضيع غلاسيال باردة ما عندها حتى علاقة بالإفيرفيسونس سوسيوبوليتيكو إيكونوميك كولتوريل وغيره، معناها تغرد خارج السرب وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا وخارج المجتمع. يعني كان ما جتش اللجنة هذيك بمخرجات اللي بقات في ذمة التاريخ ما كناش نجموا نخموا في هذا. هذه اللو الأولانية. اللو الثانية علاش كأنه بقينا في الطار الحداد وأفضل مخرجاتنا وأفضل نطاقات التفكير متاعنا ما تجاوزش ما طرحه الطار الحداد في الثلاثينات تقريبا. الثالثة، اللو الثالثة، نحن بعد هذا الدبشات مهما كانت قيمتهم إذا كان باش يبقوا في الرفوف عندناش القدرة والرغبة والإرادة باش نتعدوا لمرحلة جاكوز، لأنه عمر الأكاديمي بشكل عام باحث فأستاذ باحث ينجم يولي مفكر، أما ينجم يكون أهم مفكر وما ينجمش يولي مثقف نهار ما يدخلش الغبرة متاع المجتمع للدحام والزحام. سينود دبشات هذوما الكل على قيمتها باش يبقوا تراث. اللو الأخرانية في شكل ملاحظة استفهام، ثم ديما في ذهني ليفان غلوريوز السنوات المجيدة متاع الإبداع الحقيقي في تونس أواخر الستينات إلى حدود أواخر الثمانينات، إبداع الحركة الفكرية السياسية النقابية في كل أبعادها. اليوم نحن تقريبا من أواخر التسعينات عشنا حال جمود حتى الجت ما ب 2011 وما بعدها، عندنا القدرة باش نقاوم ما هو محتمل في الفصل 5 من المرسوم 117-22 سبتمبر الفات اللي كي نقروه في 14 مطة لو كان يفعلها اليوم بالطريقة اللي نسمعوا فيها الأيام اللي فاتوا باش يكون لافالانش في علاقة بكل هذه القيم والمبادئ. الملاحظة الأخيرة في نهاية الأمر، اليوم سمى مسؤولية مجتمعية مواطنية غايبة، ما هي مسؤولية الوسائط اللي ساهم في الدرايمون لأهم القضايا. الوسائط وأولها الوسائط الإعلامية قدمت أو ساهمت في النصيب كبير منها في تقديم أسوأ صورة على مثل هذه الموضوعات. أنا يكفي أني نلقى دي بلاتو يطرح مسألة هل أن وقته هذايا ولا مش وقته، راهو كل شيء وقته لسبب بسيط، سبب أنتولوجي بالأو نام النجم نتخلص من حالتي البشرية اللي هي أقرب للطبيعة لما ندخل في حالتي الإنسانية، كما ما نجم نتخلص من غول اسمه المجتمع إلا ما نعطي قيمة الفرد مهما كانت مرجعياتي ومهما كانت روحي الجمعية. شكرا. مع التوضيح خلينا ناخذ زوز بربي تدخلات خاطر احنا مازالنا درجين. أليزي أليزي كلمة صغيرة. بربي كلمة صغيرة خاطر كمان مقبي كتبوا في كلمة عندي زوز و جاوني بسيل. خاطر ذولي أكثر من في الحضور خذي دي نوت كتبت على القارة 4 كتب نتبع فيها مقبلك به. نحب نهني روزا لوكسمبور ودار محمد علي على الإصدار هذا، لأنه الحقيقة يتعلق
يعني بموضوع ولا تقرير اللي هو ملأ الدنيا وشغل الناس، ويبدو لي حتى الكتاب بيدو باش اذا كان يعني تواصلوا في اللقاءات هذه اكيد باش ياخذ باش يملأ الدنيا ويشغل الناس، لانه فيه انتم بيتكم كل واحد حكى على الحاجات الايجابيه الحاجات السلبيه. الاهميه بتاع الكتاب كما قدمتش روحك يا مدام. انا ريم قاسم، القسم الثقافي وكالة تسويق الانباء. ميرسي. دونك قلت من خلال المداخلات نتاعكم، من خلال الورقات اللي ضمنها التقرير للكتاب بلوتو، يعني حكيتوا على الحاجات الايجابيه والسلبيه اللي في التقرير. عندي يعني سؤالين، السؤال الاول هو هل تعتقدوا انه الصد الذي قوبل به التقرير او الرفض هو يعني هل هو الرفض هذا هو ناتج عن رفض اصحاب القرار لمضمون التقرير وعدم ايمانهم بيدهم بالمضمون نتاعو، والا عدم جاهزيه المجتمع ربما، علما وانه كما كنت تحكيو يعني انه بورقيبه لما اتخذ قرار منع الزوجات منع تعدد الزوجات ما كانش المجتمع، لكن القرار السياسي كان سابق ثم الوعي المجتمعي هو اللي تبع من بعد الحق. السؤال الثاني هو بعد اللقاءات هذه واللي معناها قلت حسيت اللي ثم تغيير ربما في عقليات الناس او عنده اثر ايجابي، شنو الخطوة الموالية؟ يعني هل توجهتوا أنتم بيه الكتاب هذا لأصحاب القرار حتى يقع أقناعهم ربما بتمرير القانون أو يعني اعتماده؟ هذا هو يعني شنو الخطوة الموالية بالنسبة للكتاب نتاعكم؟ مع الشكر. السلام عليكم، نعتذر جيت مباشرة من الشغل يعني، بالتالي وأنا حقيقة متطفل عن هذه الساحة لأني أنا مهندس ميكانيك يعني علاقتي حتى واحد ما هو متطفل يعني. طيب. وستكون لي على الأقل مقارب أو طرح عقلاني أو كما يقول الهادي تيمومي يعني يجب التفريق بين المعارف العلمية والروح العلمية، بالتالي أنا أحسست أننا في تونس على الأقل بعد الاستقلال عشنا فترة حداثة بدون حداثة كما قال صغير صالحي، وأخشى أن يكون طرحنا هو جمع لكمية من المعلومات والمعارف بدون روح علمية. بالتالي أنا أريد أن أتوجه بسؤال إلى صديقي حول يعني لو تمدنا يعني بمعطيات أو إحصائيات أو أرقام حول تأثير التقرير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أن هناك جدلية حقيقية بين مفهوم المساواة ومفهوم العدل. يعني ليس بالضرورة كل ما هو مساواة هو عادل أو كل ما هو عادل يحقق بالضرورة المساواة، يعني يمكن أن تكون هناك حالات تفرض عدم المساواة ولكنها تكون عادلة. يعني يمكن أن يكون مثلا رجل يعني رجل وامرأة أخو وأخته، يعني الرجل غني جدا لا يستحق الميراث، بالتالي كل الميراث يجب أن يتوجه لأخته لأنها في حالة فقر، بالتالي هنا المساواة سيكون فيه ظلم للأنثى كذلك في نفس هذه الجدلية. أنا يعني أعاتب صديقي يعني كثيرا يعني حقيقة في طرحك، وأنا ميكانسيان في نهاية المطاف مرحبا بك ومعتها خذني بشوي برفق. يعني هل كل ما هو معجم ديني لا يمكن أن يؤدي المعنى؟ هل تفرض علينا بالضرورة قاطعة إبستيمولوجية عنيفة؟ يمكن أن يكون المعجم الديني يؤدي في أحيانا المعنى وليس بالضرورة أن تكون له معه قطيعة، يمكن أن نتصالح معه ونطوره. واللغة صديقي اللغة لا تكون حية إلا إذا أحييناها، إلا الشعوب أحيتها يعني إلا إذا طورت منها يعني. وفي نهاية المطاف المعجم الديني هو جزء من اللغة العربية، لا يمكن يعني هذه العملية نشرقوها يعني بعد وهكا تفاعل معايا وفسر لي أكثر ما فهمتكش مليح. أنا أحسست أن قراءتك للنص الديني خاصة وقراءة بعض الحداثيين بدون حداثة والذين يملكون معارف علمية بدون روح علمية لا تختلف عن قراءة الأصوليين في نهاية المطاف. أنا لا تختلف عن قراءة السلفيين وقراءة الإخوان. هناك مدارس عديدة لقراءة النص الديني، منها مدارس عقلانية ذات جدوى، منها المعتزلة، منها من طور نفسه، منه اليسار الإسلامي حديثا وقد قدموا أطروحات يمكن يعني أن تأخذ بنا إلى الأمام بدون أن نتضارب كما قالت الأستاذة مع هوية الشعب أو مع الدين اللي هو في نهاية المطاف عنصر مكون للإنسان.
ولا تؤاخذني يعني. في نهاية المطاف محمد عبد الجابري رحمه الله قال: المجتمعات العربية لا تحتاج إلى علمانية مسقطة وعنيفة يعني تتصادم، لا تحتاج إلى، المجتمعات العربية تحتاج إلى مزيد من العقلانية في مجتمع حر، نحتاج إلى مزيد من العقلانية ومزيد من الحرية، ونتفاعل مع ما هو موجود في واقعنا وننطلق من الواقع. أعذرني، مشكلة النخبة متاعنا ما هي؟ بيمينها ويسارها باختصار أنها تريد الإسقاط. اليمينيون والمحافظون يريدون إسقاط تجارب من التاريخ، واليساريون والتقدميون يريدون إسقاط تجارب من جغرافيا أخرى، من الاتحاد السوفيتي أو من أوروبا أو ما إلى ذلك. وشكرا معذورين. شكرا لك. ناخذ فريمون آخر كيستيون، ستكون الأخيرة خاطر طولنا شوية. شكرا. احنا الميكانيكي متبعدش ياسر خاطر انت اكثر واحد نحتاجو لك راه. شوت هذوما كل ما نحتاجو لهم مش راه. كي تصب الشتاء وتصير مشكله نكلمو كان انت، وانت تصلح المجتمع. لا نفضلك فضلك. حتى زينب تصلح. دونك باختصار باختصار عندي الحقيقه سؤال وكا. انا اول حاجه صابر عمار مهندس بيئي متخرج حديثا. سؤالي هل انه تقرير ناقش مشكلة الفصل الأول من الدستور اللي هي تونس دولة حرة مستقلة الإسلام ودينها، عندي مشكلة مع الحكاية هذه لأنه الدولة لا تدين بدين، الشعوب والمواطنين هم اللي عندهم دين. معناتها هل أنه ناقشنا الفكرة هذه ولا معناتها ما يجيش نقوله محكمة ولا مؤسسة كما معهد مثلا نقوله راه دينك الإسلام، خاطر الدولة هي عبارة عن مؤسسات والدين هي معناتها هو علاقة عمودية ما بين المواطن وربه. معناتها ما يجيش فكرة أن الإسلام ودينها للدولة هي فكرة غلطة. إذا كان الإسلام ودينهم منها كل 1500 يهودي في جرب شنو نعملوا لهم؟ ما همش توانسة ولا تونس ما هيش دولتهم. حاجة أخرى، الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون مسلم. هي هذه إحنا تو نحكيو على المساواة، وين المساواة في الحكاية هذه؟ دستور ماكش تحكي على تقرير الكليبة اي فقط. سؤال هذا كمثقفين ومعناتها باحثين في الشأن هذا. حاجة أخرى مدام سي مراد بحذانا، هنا دور الإعلام، الإعلام يتعامل مع القضية هذه بثقافة الباز. معناتها نطرحه يجي هكا ضيف نطرح عليه سؤال يعطي فكرته وتعمل الباز، ومعناتها ما نعملوش في طرح قضايا باش نعملوا ديبا باش نخرجوا بفكرة باهية، نعملوا في ثقافة الباز. مثلا سمير الوافي درنير مو جاب لنا رئيس بلدية الكرام فتح العيوني وبدأ كيسألوا على المثليين جنسيا، صارت برشا فوضى وما خرجناش بحاجة باهية في الأخر، وقع كانت فئة مستضعفة في البلاد هذه. حاجة أخرى، وقت اللي أوقع طرح مجلة الحوار الشخصي في الفترة هذيك كان فما معناتها مفكرين مسلمين وطنيين كما الطاهر بن عاشور وعبد العزيز الجعيط، قريت لهم مقال مؤخرا اللي هما كانوا مع منع تعدد الزوجات وكانت عندهم فتوى دينية معناتها منطقية في الحكاية هذه. معناتها الطاهر بن عاشور الفاضل بن عاشور عفوا وعبد العزيز الجعيط كان ضد تعدد الزوجات بالضبط، كانوا مع انهم مع فكره مجله الاحوال الشخصي. معناتها ثم فرق ما بين المفكرين قبل ذو مرجعيه دينيه والمفكرين توا ذو مرجعيه دينيه. هذا هو. شكرا. باش نحاولوا نكملوا رابيدون باش نعطيكم الكلمه الكوثر خاطر اقل وحده تكلمت فينا الكل. ردا تقريبا على السؤالات اللي طرحت الكل من طرف عزيز مدام لاموني، من طرف كذلك مولدي اللي تشكم الإعلام لكن كان في ثلاثة بلاتويات مختلفة في ظرف 8 أيام، ما مش مشكله ولا يرفض في الدعوات. مولدي حاضر في كل أما ميسيلش ما احنا ديما الإعلام ديما أي نحاولوا كل واحد يعمل إن سانتيز معناها ياخو فيها الأسئلة كل نعطيه ثلاثة دقائق لكل واحد خد توا 8:15 والدنيا بدأت تبرد بردبان وزيدان عندي ماتينا الغدو أسبوع. أنا جست باش نجاوب على سؤال الأخت حال في صوتك خطر هكا سؤال الأخت على علاش تعدى في عهد بورقيبة وهذا ما تعداش، على خطر الظرفية التاريخية متغيرة وقلتها وحكيتها أنه في عهد بورقيبة لعبت شخصية بورقيبة بالذات دور غياب المجتمع المدني آنذاك معناها لا أبدأ أو بالأحرى الصحافة أنا ذاك ما كانتش متعدة كما تويك. دونك فما كان الجريدة الوحيدة متاع الحزب الحاكم لعبت دور كبير أقنعت الشعب ساهمت رغم اللي فما جريدة الاستقلال اللي خدمت عليها لكنها ما كانتش كما لسان الحزب الحاكم أنا ذاك. راهو نعاودها ونقولها ألف مرة، راهو في الفترة هذيك بورقيبة راهو
من بين قوسين يعني كالنبي راهو صوره غريبه عجيبه وصل لها في المخيله راهو ما نخزروش التوا نحن ننقدوا فيه ما نخزروش التوا نحن نخزروا هكا التالي لا في الفتره هذيك راهو سي الحبيب ومندراك راهي اغاني وشعر راهي كاريزما رهيبه هذاك علاش اتعدى القانون في الفتره هذيك على عكس تويكا اللي انا من وجهه رايي البسيطه انه لو تم التمهيد ليه قبل بشوية خاطر نحن عنا سياسة الرفض في كل شيء لو ناخذوا مثلا ثم قانون في التربية حابه تعمل وزارة التربية كالتربية الجنسية ولا الثقافة الجنسية ترفض القانون طول عرض متأكدة 100% أكثرية السادة والمعلمين ما قراوهوش 50% ما قراوهوش والرفض صادر من حتى المعلمين يعني نحن عنا فكرة اللي ملول فقط للي بعد كان لابد من إيجاد حلول نرجع للإعلام مش عارفة نرجع لنقاط كان دور المجموعة المكلفة به أنهم يقوموا بتبسيطه أكثر ما يمكن زاد نحن النخبة ولا مش عارفة اللي خدموه ولا نحكوا بكلام صعيب برشا لا نحكي على التبسيط أنا في رأيي التقرير الكوليب خلالهم الحداثيون ومش حتى الإسلاميون لأنه كما أشارت كوثر في البداية قالت لطفي زيتون وبعض شو اسمها يمينة زغليمي حركة النهضة كانت موافقة على برش نقاط كان فيها موقفين نقاط. كان موقفين وكنا قادرين لاقتلاع أصواتهم كانت اللحظة يعني كانت الحسابات الانتخابية كانت ملائمة لكن ريم خذل التقرير الحداثيون أنفسهم واليساريون بعض شق منهم الذين تخلفوا عن دعم التقرير لأسباب سياسوية وأسباب إيديولوجية وهؤلاء ليس لأنهم ليسوا مقتنعين عنا عقلية أنه إذا هذا الأمر ليس صادرا عني ولا يخدم لي مصلحتي المباشرة لما من ناصروش سامحني يا ريم نحن نحكي على روحي ونحب نجاوبك ونجاوب مولدي أنه بالنسبة للعمل هذايا ما كانش رد فعل هو صحيح جاء كأنه رد فعل نحن راهو ما همش هما عاملين علينا مزيه اللي هما عملوا تقرير واحنا باش نردوا الفعل باش انا مثلا نحكي على نفسي هؤلاء مازالوا شباب ولكن هم نابعين من المؤسسه التعليميه ومن الاكاديميا وانا يعني ايضا اطروحتي سابقه اصلا للثوره خدمت على المسائل العقابية عقاب ما يسمى بالزنا وعقاب ما يسمى بالحدود الله وقطع اليد ووضعية النساء في الأطروحة متاعي وهذه من 2001 وانا نخدم فما هوش رد فعل نحن الباحثين مش شو نقول نحن عاملين مزيد هذه واجبنا هذا واجبنا نخدموا فيه لأنفسنا ونخدموا فيه وذلك واجبنا اللي يلزمنا نعملوه ولكن انا اؤمن بانه مناصرة التقرير لكونه يحمل مشروع مجتمعي ومن غير حسابات سياسية ومن غير حسابات إيديولوجية ومن غير اصطفاف حزبي وإلا مصلحي ظرفي وذلك علاش شنو باش نعملوا نحن بفضل مساعدة لأنه توا الكتاب كان مجاتش روزة ما كانش يتنشر روزة ومحمد علي ما كانش الكتاب روزة هي اللي عملت الندوة هي اللي مولتها المعهد راهو يزم عاود نذكر اللي قبول معهد العالي لدراسات التطبيقية في الإنسانية بكفصة باستضافة مثل هذه الندوات يعتبره مغامرة جريئة لولا الجامعة أيضا لأن المعهد قبل ما يعطينا الموافقة هو بيدو طلب الإذن من الجامعة والجامعة هي التي أذنت بهذه الندوة وحمتها ندوة حساسة وندوة تقريبا الوحيدة اليتيمة في الموضوع وراهي كانت السلطة معناتها الأمنية كانت في خدمة الجامعة في أيامات الندوة فمش أول مرة قلت الحركة النسوية وجاونا ضيفات من الجمعيات النسائية في تونس وكانوا موجودات معنا ومش هذية فقط من 2015 أنا خدمت في قفصة من 2015 ونحن نعمل في تقديم كتب حساسة ونقدم شخصيات فيها معناتها سجال إلى غير ذلك مش مزية هذية مش لا احنا ردود فعل على وضعية سياسية لكن هي الواجب واجبك انت شنو تنجم تفعل خاصة بالنسبة لي أنا شخصيا أنا ما كنتش فرحانة بالذهاب إلى قفصة كانت عندي بنتي صغيرة وما كنتش فرحانة لأني كنت نخدم في خزنة دار ونسكن قريبة فمشيت سي توفيق يعرف كيفاش الوضع كان نتاعي والأولاد فكيف عينوني بكيت ولكن بعد سألت نفسي شنو نجم نعمل فما حاولتش أني نعمل يدين وساقين ونرجع لتونس
خممت بمنطق أنها فرصة لإثراء تجربتي لأني ما خرجتش من العاصمة اللي بديت نخدم، ثم أن ماذا يمكن أن أقدم للجهة، وبديت نفكر بهذا المنطق. فإذن كان أسهل أني ما نفكرش بهذا المنطق ونبحث على اتجاه آخر. وأنا سعيدة بهك الخمس سنوات اللي أثمروا برشا أعمال، وبفضل الجهود متاع الشباب وبفضل الجهود متاع الناس اللي آمنت بهذه الندوات، ونحاولوا أن ما عندناش عصا سحرية، لكن باش نحاولوا هكا ولا يجتمع هو كملت هو المجتمع المدني راهو باش نكمل شوية على قالته زينب وباش نجاوب على زوج ملاحظات. المجتمع المدني ملي صدر التقرير قمنا بعمل جبار، معناها نقابه الصحفيين هزت كرفان ودارت تونس الكل، المفكره القانونيه، الجمعيه، الحريات الفرديه، الكل قمنا بعمل جبار. شكون اللي يخذل العمليه؟ الحزب السياسي. الحزب السياسي لا واحد فيهم تحمس مسؤوليته، حتى الحزب السياسي التقدميه معناها الكل بتنكروا التقرير وقالوا هذا تقرير ومش وقته وكذا كذا، كل من الحسابات السياسيه بحت. هذه الحاجه الاولى. نجم نوضحوا الحسابات السياسيه. انا عشت من الداخل الحمله الانتخابيه نتاع 2019، يلزم زيادة نحطوا الامور في اطارها. لي سونداج اللي داروا في لي كيجي نتاع الاحزاب السياسيه الكل، اكثر واحد فيهم يعني الاكثر تفاؤلا كان يعطي 35% من التوانسه فقط مع هذا التقرير. كان فما تقرير مع كان فما سونداج اخر يعطي 20%، كان فما سونداج يعطي 8% من التوانسه بركة مع المساواه في الميراث. يعني انت تبدا شهرين او ثلاثه قبل عمليه انتخابيه يلزمك تكون شجاع جدا. وعدد الناس سامحني كان خذيت شويه الكلمه على النقطه هذه، لانه الوجوه السياسيه اللي تقريبا ساندت التقرير بدون حسابات تتعدى على صوابع اليد. وفي الانتخابات دير فودري لروندر اوماج للتاريخ ليس الفخفاخ، سعيد العايدي، محمد عبو، هذوما تقريبا الوحيدين اللي بصراحه وهك شفت نتائجهم الانتخابيه. اي هذا هو دور المثقف. وهذيك مساله ثانيه بعد اي فوالا. بيحب نجاوب على زوج نقاط اساسيه زاد في علاقه بالتقرير هذايا. هاي دقيق على كل نقطه. اي لا في سامعني. هو راهو كان جد الدنيا راهو التقرير هذايا ما طرحش اصلا. كان جعلنا محكمه دستوريه مثلا، خاطر المحكمه الدستوريه اول شونتي اللي بتخدم عليها بتخدم على اللي لواء هذوما الكل، اللي لواء اللي بختي هذوما الكل. معناها جاء التقرير وكانه يعوض المحكمه الدستوريه. ما حاجه لازم تكون موجوده في تونس، معناتها مش حاجه اللي هي مسقطه على المجتمع التونسي. راه المقبوليه نتاعو ذيك حاجه اخرى، المقبوليه نتاعو لدى المجتمع ذيك حاجه اخرى. وغادي مشينا معناها للتبريرات. الفصل الاول من الدستور انا نتصور اللي هو ما تم الاجابه عليه بطريقه غير مباشره، معناها لانه تم التبرير اكثر من مره في التقرير بالفصل الثاني من الدستور اللي ما يقول ان تونس دوله مدنيه والكل. في علاقه بالسؤال نتاعك متى تأثير التقرير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فما حاجتين، هو الحريات الفردية فما متلازمة اللي هي الحريات الفردية اللي دغوا ايكونوميك سوسيو، فما راهم حاجتين ماهمش متضادين. نهار كامل من يجيو يحكيو السياسيين في التلفزيون يقولوا راهو الشأن الاجتماعي راهو ضد الحريات الفردية وذي حاجة للعباد المترفين وكل شيء، مش صحيح. راه فما تلازم كبير برشا مثلا اي بطبيعه مثلا اكثر ناس راهو في وضعيتها شاشه اقتصاديه واجتماعيه اكثر ناس ممسوسه في الحريات الفرديه اللي قمنا بها دراسه في الجمعيه وعندنا مؤلف كامل في المساله هذه. اكثر من هكا الحريات الفرديه راهي هي قاطره للتطور. فما برشا دول اليوم في العالم قاعده تعتمد في الحريات الفرديه باش هي تحسن في الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه نتاعها. مروان ونختم باش نجاوب عزيز وباش نجاوب الأسئلة. بيحب نقول عزيز كما قلت سي فتحي راهو في القانون رانا ماحناش في لا ريزون بوزيتيف، اوني دون لا ريزون هيرمينوتيك. معناتها نحن ننطلقوا من فكره ولا من نص ولا من خطاب. انا استعملت القانون كخطاب ونقعدوا نقراو نعملوا تأويل جديد وحسب معناتها ما يقتضي معناتها الواقع اللي نحتاجه. معناتها نمشيو من التكست للواقع، مش نمشيو من الواقع للتكست. فهمتني؟ هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية راهو الحرية. راهي الحرية مش هريسة ولا مايونيز. راهو الحرية راهي فلسفة، راهي عقيدة. الحرية راهي تقوم على فكرة اللي هي كل أوتوريتي تسألها إسكو ليجيتيم ولا مش ليجيتيم. كان ليجيتيم بيه متفاهمين، كان مش ليجيتيم نحيوها. فهمتني مالي؟ معناتها بروجي هو نفسه البروجي دو لا مودرنيتي. بلنا نعرج على كلام سي المولدي. راهي لا مودرنيتي
تقوم على اساس هي هي على على فكره اللي هي لو ديباسمون حكي على ميشيل فوكو دون كيس كو لي لوميير في المو دير لي مو لي شوز دو ديباسمون هذا ديباسمون نتاع نحن نعيشوا فيه هذا اللي هو ليتا ايتيرونوم معناتها نحن ما نخموش كما احنا نحبوا فما عباد تخمم في بلاصتنا فما معناتها حياتنا بريسك معناتها ما حناش نختاروا راهو نحن نتخيلوا نحن نختاروا اما اكثر حاجات نحن ما حناش نختاروا فيهم المودرنيتي هي تخرجنا هي تخرجنا من الاوتونومي تخرجنا تردنا في الاوتونومي الاوتونومي زعما انديفيديوال معناتها حاجه راهو مهمه ياسر راهو نقوموا بها انتلكتويل فيزيك ماتيريال زعما عندك فلوس عندك فلوس ما عندكش فلوس ماكش حر لازم نكونوا واضحين معناتها به الجواب على صديقي الميكانيكي هو من ناحيه اللغه انا ما قلتش اللي باش نقصوا معناتها لازمنا قطيعه قلت اللي في بعد الاستقلال قعدنا نستعمله في نفس الكلام الفقهي بار اكزومبل في القانون التونسي نستعمله مثلا اللي يكتبوا المؤلفين تاع القانون نستعملوا فقه القانون معناتها نستعملوا كلمه فقه 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 القضاء قعدنا مربوطين صارت سبب معناتها انا نسميها لكن كلامه ماهوش غلط احنا ما نساوش انه القرآن هو منبع رئيسي للغة العربية اللي هو سنبا الكاديو لاتان خاطر لأنه البيبل أبريوري ما تكتبش باللاتان تكتب باللارامية معناه فهم مشكلية لغوية أما رأوا احنا معناتها في القانون التونسي مازلنا نستعمله في الكلام الفقهي نبدلوا له بعض ساعات نعملوا ريكونفيرسيون سيمانتيك بار اكزامبل شرعية كلمة شرعية كانت معناتها ولات عندها كلمة معناتها ليجيتيميتي مشروعية ولات ليجاليتي معناتها قعدنا نستعملوا في لاتيتو معناتها ليكزومبل شرعه هي دينوت لا فوا كي تقرا لسان العرب يقول لك لا فوا الشريعه هي كلمه ثنيه لا هي قانون لا هي شيء بكون سامحني بربي شكون اخر كملوا لي ربع ساعه بالنسبه انت ذكرت محمد عبد الجابري انا في المقال اللي قدمته خدمت على الرابور من جانب التراث الخطابي وعبد الجبري تيزو معناتها الليسانسيل هي تحكي على التراث التراث والحداثة معناتها كتاب اسمه نقد العقل العربي يحكي عليها كيفاش معناتها منجموش نفرضوا حداثة على المجتمع وهو خارج مع التراث نتاعو انا قلت اللي لو رابور راه المنطلق نتاعو جاي في لا كونتينيتي نتاع التراث التراث هذا راه يتجدد راه مش كيما نحن نفكروا اليوم في الاسلام كيما يفكروا فيه في القرن السادس راه فما دراسه قام بها واحد اركيولوج هرب على اسمه كيفاش المسلمين الاولانيين يتخيلوا ربي شخص هما كي يوليو مسلمين هما باش يدافع عليهم معناتها هكا تصورهم معناتها هكا كانوا يتصوروا يخايبوا هكا معناتها للدين مش كما هما كانوا يتصوروه المسلمين الاولانيين كما احنا كيفاش تطور ما تفهمنا واضح بيه كونسيرنون بربي خنكم الدوله مسلمه راهو كي تقرا في الفصل الاولاني باش تلقى الاسلام يرجع على الدوله ويرجع على تونس واضح باش نقول لك حاجه بيه سامحني بربي راهو بيه كونسيرنون هو على الدستور هو بعد بعينه بعد بعد بعينه لا ريفيرونس الاسلام او النص او قانون وضعي راهو كان تقرا النصوص الاولانيه انت تلقى فقره معناتها البي معناتها محمد بي اللي هو من الاول خدم على عاد امين وبعد كذا جاء البي من بعده كملوا راهو معناتها تقرا يفهم فقره معناتها كيف دعاء معناتها مش ديما ريفيرونس هذيك كانت ديما موجوده من اول نص علاش على خاطر ما عندوش ليجيتيميتي هيستوريك خاطر غريب شنو عبيد كانوا عايشين بطريقه معينه تجي تعطيه نص بين له اعطي روحك ليجيتيميتي ريليجيوز وهيستوريك معناتها من بعديك بنيو عليه خاذ كونتينيتي بالنص هذاك اما كان نحن نرجعوا معناتها للقوانين خاطر قبل كان فما الفقه فما القانون القانون يضعه للحاكم والفقه هذاك نتاع القضاة الشرعية تلقى ديما في النصوص معاهد الحفصي يمكن ديما فما ريفيرونس للاسلام وقاعده الريفيرونس هذيك تتطور اللي سميتها انا تراديسيون ديسكورسيف اللي هي تتطور كيساكتواليز وقعدنا به حتى تو كونسيرنون الدوله المدنيه الدوله المدنيه راهي داخله في الفكر الاصلاحي راه الدوله المدنيه اول ما برشا يقول لك
محمد عبد، راه محمد مش على محمد عبد، اول واحد كتب على الدوله المدنيه اسمه جابرييل انوتو. جابرييل انوتو هذا كان مؤرخ وكان وزير الخارجيه نتاع فرنسا، وبعث جواب لمحمد عبده قال له علاش مصر ما توليش كيما تونس دوله مدنيه. فهمت ولا؟ Voilà. اخي سامحني بعديك صارت بوليميك طولنا ياسر. لا تو جو سي اوبليجي فريمون توت لي كيسيون سي سون مع العلم السؤال هذا راهو بعيد ياسر على موضوعنا. صار ديبا بين فرح انطون ومحمد عبده. هذا راس راس من بيناتكم. لا خليك مالك فكره على لايسيتي. على لايسيتي فرح انطون طلب لايسيتي. محمد عبده قال له راهو احنا ما نجموش ما عندناش معناتها ديكلارجي ما عندناش. هات احكي وراس راس. شكرا. انا بدي باش نقول كلمه كمان مع الاعلام خاطر جبتوه برشا. لا خاطر بصراحه معناها مره انا را على عكس كنتي ممكن عندي قراءه ثانيه انه الموضوع موضوع المساواه والمساواه في الميراث انه يترقوا له كل وسائل الاعلام حتى البرامج الترفيهيه التافهه والسطحية راهو هذاك يعني أنه تخل للنقاش العام. أنا في رأيي وأختم رأيي أنا الخاص هذه راهو هذه معركة يلزمها برشا سوفل الهارت اللي باش نوصلوا لموا أغلبية لأنه احنا نحكيوا قد ما نحبوا الهدف عندك أغلبية تاع النواب نهار في مجلس معين يصوتوا لك على القانون كيفاش باش توصل تلم أغلبية. المسائل الأخرى الكل تبقى فرع وقتاش توصل وقت يولي مطروح على النقاش في المجتمع بمسائله مع العلم أنه تقريبا نجم نعتبره أنه أهم الوجوه الإعلامية في تونس مع المساواة في الميراث يعني اللي على العموم نحبش الكلمة مسيطرين بلوز مو على المشهد على الأقل 60% مع المساواة في الميراث ويتهموا فينا وحدثيين وكل ليلة نهارا وسبين وما عندك باش سبونسوريزي واللي تحب أنت الكل. أنا نعاود نقول باسيونس بيداغوجي اي بيرسيفيرونس. نخلي كلمة الختام كيف ما يحبوا لي كليشي دقيقة لزينب التوجيني. فقط حبيت نجاوب فما سؤال طرح على المساواة والعدالة مش باش نجاوب شو نقول لكم تستنوا اللي باش نقول لهم يستنوا العمل المقبل مع حين يلتقي روزا بمحمد علي باش يكون ان شاء الله الكتاب هذايا حول العداله واشكالاتها في تونس من منظورات تقاطعيه. فاذا الاسئله اللي طرحتوهم باش يجيبوا عليهم مجموعه كبيره من الباحثين المخضرمين بين محنكين وشبان و باش تلقاو اشكاليات اخرى معناها ربما نجتمعوا حولها من جديد. ونشكركم جميعا وكهو. وحبيت نقول انه ثلاثة ايام الجايه فما اربع كتب اخرين في نفس المساله اللي باش يتم تقديمهم. ملاحظه اخيره تكون فريمون كلمه الختام لان ساعتين ونص نحكيو فما كلمة كنت نتصور في واحد باش يقولها وكلمة كانت غالية على الوالد يرحمه كلمة لايكية حتى حد ما قالها وهذا دليل وأنه ما زالت المعركة بعيدة. شكرا لكم الكل. ميرسي بوكو. ميرسي غوزا لوكسمبورغ. ميرسي بوكو زيك. برافو. جبت كل هذيك الحمله عملنا مع الفيديو. طلعت العتبه. لا معناها تكور في الميديا عندك الكود باش تحكي مليح.